بس اتجاهاتنا. تمام، لحظة واحدة يا دكتورة، أظن كده كده بتهيألي تمام. تمام جدا يا دكتور. ميرسي يا فندم، ميرسي يا فندم. خلاص، وحضرتك احنا عاملين اناونسمنت على 9:30. انا قلت 9:30 على اساس ان احنا نبقي فريدم في التايم، بحيث لو طولنا شويه يبقى الامور كونفينينت للناس. فانا مش عارف بقى، احنا عاملين اناونسمنت على 9:30 وميعاد المحاضره 9:30، مفيش مشكله. طيب خلاص، هو احنا دلوقتي معانا 3 او 4 من الزملاء كده، ممكن تو ستارت. معانا 4 وانا هنزل الحضور وهم هيلتحقوا ان شاء الله، هيعرفوا ان المحاضره بدات وهيلتحقوا. اوكي يا فندم، شكرا جزيلا. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نبتدي بقى يا جماعه الريفيجن. هي سيت كده من مجموعه من الاسئله، اي هوب ان احنا نكون انتر اكتف مع بعض ونشارك مع بعض كده في الديسكشن. هي غالبا هتبقى حاجات سيمبل، مش جايبين حاجات كومبلكس او كده، عباره عن ابلكيشنز للحاجات اللي اتقالت في الريفيجنز والمحاضرات اللي قبل كده بشكل بسيط، وان شاء الله تكون يعني لطيفه وخفيفه. دكتور محمد حمدي، دكتور أسامة، ممكن اي حد موجود معايا يتكلم؟ يا دكتور محمد، مع حضرتك. دكتور أسامة بيك، اتفضل يا باشا. Which of the following is least accurate regarding IKUR اللي هو الالترا رابيد. خلي بالك يا دكتور اسامه، احنا بنقول least accurate، يعني بمعنى انك هتختار الغلط ببساطه كده، هتلاقي اغلب الحاجات صح احسن. دي ممكن يعني تلخبطك لو انت مش واخد بالك من الهيد بتاع السؤال وداخل كده يعني متحمس. تمام. الريكتيفاينج انهبيتد باي فيبرادين، دي صح؟ صح ولا غلط؟ لا، دي هي يعني التشويس صح، تبقى دي الليست اكيوريت يعني. كلام ممتاز، كلام حضرتك صح. احنا عايزين حضرتك بقى تجاستيفاي اجابتك، يعني دلوقتي المره دي الجاستيفيكيشن برضو مهم. تمام، حتى لو انت بتفكر بمنطق الاكسكلوجن، هو منطق سليم جدا. انت برضو قول لنا، انت يعني انت ليه قلت انهبيتد باي ايفا برادين؟ ان الايفا برادين دي سبيسيفيك لل شانل اللي هي موجوده في الريكتيفاينج بتاعت الاس سي نود. تمام، انت قصدك الاي اف شانل، هي مش شركه الفاينل شانل، الاف فاينل ريكارنت، الفانيكا بالظبط كده يا باشا. تمام يا فندم، كلام حضرتك سليم جدا. الاي كي يو ار اللي هي الارترا رابيد، دي احد الديليد ريكتيفاير متقسم التشانلز اللي هما الاي كي ار والاي كي اس والاي كي يو ار. الاي كي يو ار ده سبيسيفيك للاتريوم، مش موجوده الا للاتريوم، وبيطلع البوتاسيوم بسرعه شديده، وده بيخلي الاكشن بوتنشال ديوريشن بتاع الاتريوم الديوريشن بتاعته اقل، وهو بيتاثر بالجين اللي هو الكي سي ان اي 5 زي ما احنا شايفين كده. الاي كي يو ار ومالوش ثيرابيوتيك تارجت يا دكتور اسامه. الفيرناكالانت كان بروميسنج دراج وكان بيأثر عليه كاتريال سبيسيفيك انتي اريثميك دراجز، ما بيبقاش له الكلاس 3 افكتس بقى والحته بتاعت التوستاتوبوان، ولكن الدواء ده ما ديد نوت جين بوبيولاريتي وملوش اي سيجنيفيكانت يوتيليتي حاليا. نخش على السؤال اللي بعد منه، حد تاني شارك بقى غير دكتور اسامه؟ انا شايف بقى ما شاء الله ده في ناس كتير اهو. مين تاني يا جماعة يحب يشارك؟ أنا بعد كده هنقي الناس بقى.
دكتور كرولوس انت معانا؟ دكتور محمود جماعه عادي يعني انتوا واخدين الموضوع كده ليه يعني؟ ما الموضوع كده احنا ديسكشن فري عشان بس الموضوع ما يبقاش سخيف يعني وتبقى حاجه كده هي دي عباره عن ديسكشن كده. فعايز اي حاجه هتبقى الاجابه ايه اللي عايز في كارنت هي دي اللي في الدي ال دي بولاريزيشن ايه في كارنت. تمام دكتور اسامه معلش تعالى انا هقرا السؤال تاني وشكلك انت الوحيد اللي هتشارك كالعاده يا دكتور اسامه. كابتن خالد لا الاول يا باشا مع حضرتك ماشي ماشي يا باشا تسلم يا باشا كل خالع. بص يا دكتور اسامه ابسنس اوف ستيبل ريستنج ميمبرين بوتنشال in diastole during diastole in pacemaker cells due to lack of which current. انا البيسميكر سيل فيه اي اف كويس انا بقول لك ايه اللي مش موجود فيها ايه اللي مش موجود. انا بفكر بمنطق الديدكشن او الاكسكلوجن اول حاجه هشيلها من بالي اول اختيار عشان كده بقول لك ركز في الهيب بتاع السؤال. سؤال معكوس كده شوف ايه بيس ميكر سيلز اي اف يلا يا عم لا ما تستعجلش تيك يور تايم. ايه اللي بيعمل الريستنج ميمبرين بوتنشال في النون بيس ميكر سيلز بدليل هو دلوقتي بيقول لك ايه اللي مش موجود في البيس ميكر سيلز سي اي كان لا انا مسؤول عن الريستنج ميمبرين بوتنشال ده كده في اختيارين قلتهم فكر كده معانا يا باشا او اي حد من الزملاء لو له راي يقول ويجستيفاي هيز انسرز وفري يعني ما الامور لو مش كده مين كان الاي تي ار يا دكتور مين معانا يا باشا محمد نوفل معاك يا باشا دكتور نوفل ازاي حضرتك ايه الاخبار ازي حضرتك مش عارف ايه هو كان في واحده في الاي كي مش موجوده في البيس ميكر سنتر بس انا مش فاكر هي اي كي ار ولا اي كي اس بص يا باشا الاي كي ار ليست مسؤوله عن الريستنج بوتنشال هي مسؤوله على فيز 3 تمام احنا قلنا الاي كي 1 اللي هي اخر واحده فيهم وعلى فكره الحاجات دي متكرره من الليكتشر بتاعه التشانلوباثيز اللي كانت دكتوره اسماء بتتكلم فيها وقلنا كام سؤال كده بعد منها. الاي كي 1 ده عباره عن ديلي انورد ريكتيفاير انورد ريكتيفاير وشرحنا يعني ايه ريكتيفيكيشن وقلنا الريكتيفاير الانورد ريكتيفاير ما بيدخلش البوتاسيوم جوه لا هو بيطلع البوتاسيوم بره بس باماونت بسيطه جدا 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 بتمنع الهايبر ريبولاريزيشن وتخلي وتحافظ على الريستنج ميمبرين بوتنشال واحنا هنا ممكن نفتكر الحكايه دي ده الجاستيفيكيشن بتاع الاجابه احنا قلنا ان الفيز 4 بيبقى كويسنت هادي في النون بيس ميكر سيلز ويكون اكتف في البيس ميكر سيلز حتى بيقول عليها دايستوليك دي بولاريزيشن اي اكتيفيتي في البيس ميكر سيلز دي نتيجه الاي اف التنسيتي بتاعتها بتبقى عاليه ولدرجه ان احيانا الاي اف دي ممكن توجد في بعض الباثولوجيك ستيتس وتعمل في الاتريا مثلا وتعمل اتريال تاكارديا وده اللي بيفسر احيانا استجابه لبعض انواع الاتريال تاكارديا للادينوزين وللبروكرولين اما النون بيس ميكر سيلز حضراتكم لو شفتم في الرسمه دي تمام انا السهم بتاعي واضح ولا مش واضح؟ واضح يا باشا تمام شايف الخط ده دكتور نوفل؟ يا باشا الخط ده نتيجه وجود الانورد ريكتيفاير في اعتقاد وانا زي كنت قلت لك قبل كده ان الاعتقاد ده عندي كان اعتقاد كاذب ان التشانل دي بتدخل البوتاسيوم جوه لا هي ما بتدخلش البوتاسيوم جوه هي ستيل بتطلعه بره بس باماونت بسيطة جدا ليست لا تعتمد على الكرنت فولتج ريليشن شيب مش هنخش في الديتيلز بتاعت الحتة دي لكن واضحة ومعروفة الاي كي 1 هو المسؤول هو المين كرنت في الفيس 4 اثناء في النون بيس ميكر سيلز ولا يوجد في البيس ميكر سيلز عشان كده هي اكتف والاكتيفيتي دي نتيجة الهاي دينستي بتاع الاي اف تشانلز واضح كده يا جماعة؟ واضح يا باشا ناخد السؤال بقى اللي بعده يا دكتور نوفل Spontaneous termination of white complex tachycardia of non-conducted atrial beat تمام
وبدي لحضرتك الرسمه دي وهنشوف الاختيارات ايه ونرجع بعد كده للرسمه نبص فيها كويس. اتفقنا؟ اكسكلود اتريال تاكيكارديا از ميكانيزم سجست في تي كود بي كومباتيبل اي في ان ار تي اور سيندروميك اي في ار تي از ويل از اي تي could be compatible with atrial tachycardia indicates infrahessian conduction loop. ارجع للرسمه. تمام. بص يا دكتور نوفا واحده واحده هي مش الهدف دلوقتي ان انا اجاوب بقدر ما احنا بنستخدم الكام سؤال بتوع الانتراكاردياك دول علشان تو ترين اور سيلفز ازاي نبص على الانتراكاردياك ونبقى يعني متدربين عليها. انت شايف ايه يا سعاده البيت؟ انا شايف الجزء الاولاني من التريسنج فيه هي تاكيكارديا تمام. انا شايف فيه سبايكس بس في على الهاي ريت اتريوم بس دي سبايكس ولا ده اي سي جي ولا لا اي سي جي اي سي جي. هو الراجل هنا بيقول لك ايه؟ خلي بالك بقى من راسك من السؤال سبونتينيوس تيرمينيشن. انا ما عملتش اي تدخل في التاكيكارديا دي دي عباره عن اوبزرفيشن التاكيكارديا. مش احنا قلنا الديفرنشال بيز لاين واوبزرفيشنز ومانوفرز دي انا بعتمد هنا على الاوبزرفيشن. التاكيكارديا موجوده وفجاه وقفت هي وايد كومبلكس بس هي مش في تي لان ببساطه شديده اي سي جي مكمل نفس المورفولوجي غير تكمله نفس المورفولوجي. لا هي الفكره ان الاتريال اكتر من الفنتريكل. شفت الهاي رايت اتريم ماشيه 2-1 تمام. فدي مش هتكون في تي والمنظر الاس ار داش في 1 ده يديك ايحاء اكتر بالتيبكال رايت بندل. فاحنا هنعتبر دي اس في تي وذ ابيرنسي تمام. انت واخد بالك وفي هس صغيره على استارت الهس قبل كل في تمام وده يتناقض مع الفي تي او يتناقض مع اغلب انواع الفي تي اللهم الا الباندل برانشر انترنت في تي واللي غالبا مش هتكون فيها في ايدس ولو فيها في ايدس سوشيشن هتكون الفنتريكل اكتر من الاتريوم. يبقى دي اس في تي وذ ابيرنسي. يبقى دي اول معلومه خدتها استفيد من كل معلومه. يبقى ايه سجست في تي؟ لا وما اللي فكر في تي برضه في منطق لان هو وايد كومبلكس تاكاردي. فاول حاجه هتتبادر الى الذهن الفي تي. مش احنا لا لما التاكي كارديا تنتهي بنون كوندكتد اتريال بيت يعني كارديا تنتهي بايه دي معناها ايه في الاوبزرفيشنز سبونتينيوس تيرمينيشن وذ اي او بي في السيرفيس اي سي جي دي تعني ايه؟ هي ان الاي دي كانت بتبقى كوندكتد وبقت نون كوندكتد يعني السورس مثلا عند حاجه عند الاي بي نود او حاجه فوق يعني في الاتريوم او في الاي بي نود. الاتريال تاكيكارديا ينفع سبونتينيوسلي تنتهي بايه؟ ينفع. حد له راي تاني يا دكاتره؟ مش احنا اصلا مش لون الاتريال تاكيكارديا الريسبونس بتاعها بيبقى في اي اي في ريسبونس في اخرها ايه؟ لا انا اسف يا باشا الكلام ده لما اكون بعمل فنتريكولار اوفر درايف بيسنج. انا هنا في مرحله الاوبزرفيشنز يعني ايه؟ يعني احنا اتفقنا انه في الاوبزرفيشنز انا بتفرج على التاكيكارديا ابتدت ازاي؟ انتهت ازاي؟ حصل فيها باندل برانش بلوك ولا لا؟ حصل فيها ووبل تشينج في السايكل لينث وابتدي اعمل اناليسيز وبناء عليه احدد الميكانيزم. بشوف الاتريال اكتيفيشن سيكونس اخباره ايه وبشوف الفي اي انترفال اللي هي من الاخر بتترجم للار بي نوعها لونج ولا شورت ار بي. هي دي الاوبزرفيشنز اللي انا بشوفها في اي تاكيكارديا وبناء عليها اي كان ريتش الدايجنوزس. عادة 80 ل 85% من الحالات ما بحتاجش المانوفر دي اصلا. ولو وال 15% دول 10% منهم بستخدم سنجل مانوفر او اكتر كمان. كل المانوفرز بالتفاصيل دي لحالات مش هي البيزك ليفل في شغلنا. عشان كده الاوبزرفيشنز والاي سي جي سيرفيس
اهم حاجه في التشخيص. المهم احنا قلنا spontaneous termination with E معناها ايه؟ معناها ان انا مش اتريال تاكيكارديا. ليه؟ ان الاتريال تاكيكارديا دي فوكس طالعه من الاتريوم. تمام كويس. عندما تتوقف عن الفايرنج حلو هيبقى اخر حاجه في. ليه؟ لان لو اخر حاجه ايه معنى كده ان هي توقفت على الفايرنج وفي نفس الوقت الاي في نود توقفت عن الكوندكشن. تمام الفكره دي واضحه يا جماعه؟ انا كنت اتكلمنا عليها قبل كده دكاتره. الفكره دي واضحه ولا مش واضحه؟ تمام يا دكتور. يعني الاتريال تاكيكارديا لازم تنتهي في، لو سبونتينيوس لازم تنتهي في. الله ينور عليك. ليه؟ لان لو انتهت بايه معنى كده ان في تو ايفنتس حصل، ان الاتريوم ستوبت تو فاير والاي في نود ستوبت تو كوندكت. تمام. وطبعا الفايندنج دي لازم تكون كونسيستنت، يعني تتكرر اكتر من مره. الكلمه اللي ما قلناهاش او الحاجه الجديده اللي في الحاله دي ان احنا كنا بنتكلم قبل كده على التاكيكارديا اللي هي with 1 to 1 conduction، لكن التاكيكارديا دي فيها 2 to 1 conduction. فانا اذا عندي الكرايتيريون دي لا تصلح للاكسكلوجن للاتريال تاكيكارديا. ليه؟ لان انا ما بوصلش 1 to 1، الايفي نود اصلا ما بوصلش كل واحده بواحده، فعادي جدا ان هي يحصل التو ايفنتس دول يحصلهم اذا كنت انا من الاول ما عنديش consistent one to one conduction. العادي ان الاتريوم يتوقف عن الفايرنج at the same time ان مفيش conduction، لان انا عندي مره بتكوندكت الايفي نود ومره مش بيحصل conduction، فاحتماليه الموضوع ده ما عادتش صعبه. كويس. اذا انا I cannot exclude من دي اتريال تاكيكارديا. تعال نبص على الاختيارات لانها برضو فيها نقطه ثانيه. بص يا دكتور نوفل، اكسكلود اتريال تاكيكارديا از ميكانيزم، الاجابه دي صح ولا غلط؟ لا غلط، احنا قلنا ما نعرفش نكسكلود. الله ينور عليك. سجست في تي. قلنا لا انها مش في تي، احنا قلنا دي موستلي سوبرا ووز ابيرنسي. ووز ابيرنسي. ممتاز. كود بي كومباتبل وذ اي في ان ار تي اورثودروميك اي في ار تي از ويل از اتريال تاك. ايه رايك في الاختيار ده؟ ممكن. تمام. تقدر تكسكلود اورثودروميك اي في ار تي. تمام. اورثودروميك هتيجي ب 2 تو 1 كونفكشن؟ لا. في معظم الحالات، في معظم الحالات. ده بيخلي التشويس ده غلط. تمام. كود بي كومباتبل وذ اتريال تاكيكارديا؟ يس، ما احنا لسه قايلين. indicates infrahesian block؟ لا، انا بشوف السوبراهيسيان والانفراهيسيان بلوك ملوش علاقه بان انا ترمينيتد بايه، له علاقه بالهس والاتش والكلام ده. تمام. تعالى نقرا مع بعض الجاستيفيكيشن اهي. كود كومباتبل وذ اتريال. تمام. احنا قلنا ان الوايت كومبلكس الكارد دي عباره عن اس في تي وذ رايت باندل، بناء ان في 2 تو 1 كوندكشن من الاتريال فنتريكل. وجود ال 2 تو 1 بالطريقه دي هيكسكلود الاورثودروميك اي في ار تي. تمام. تمام. هل اي في ان ار تي ينفع؟ ينفع. اي في ان ار تي وذ 2 تو 1 ينفع جدا. اتريال تاك ينفع جدا. البيزك اي بي رول اللي كنا بنتكلم عليها، اف ذا تاكيكارديا تيرمينيتس وذ ان كوندكتد اتريال بيت الاي تي از اكسكلودد. تمام. This basic rule only applies with SVT with 1 to 1 AV conduction. الاتريال تاكيكارديا اللي فيها spontaneous 2 to 1 AV block the likelihood of termination of non-conducted atrial beat is 50%. ان انا عندي ضربه بتوصل ضربه ما بتوصلش. Therefore spontaneous termination of atrial tachycardia with AV block does not exclude atrial tachycardia. واضح يا جماعه الحته دي ولا مش واضحه؟ تمام. تمام يا باشا. حمدي. تمام يا باشا. ماشي. شارك بقى يا دكتور حمدي. حاضر يا باشا. هو بس كان في مشكله والله في اللينك بس يعني. تمام. كده اتحلت؟ يا باشا مع حضرتك. ماشي ماشي اتفضل. What is the most likely mechanism of non-conducted narrow-complex tachycardia? يعني السؤال يعني تعال نجيب بقى التريسنج ونشوف الاختيارات.
نروح كومبيكس تكيكول مش هو احنا عندنا في سيرفيس اس جي جايب ليد 1 و2 وبعد كده عندنا أسطرة موجودة في الهس ديستال الأول وبعد كده بروكسيمال تمام بعد كده كورونا ريساينس من 9 ل 10 وبعد كده لتحت خلص 1 و2 الديستال جاي تحت وبعد كده عندنا أسطرة الجزء الشمال من التريسينج جايب النارو كومبلكس تاكيكارديا بعد كده في النص كده عملنا زي بيسنج من الار في كانت جاكو انسايدز مع الهس فوق يعني هي جايه في الوقت بتاع الهس كويس يعني في الوقت اللي كان الهس موجوده فيه كده دكتور ادم ولا كلام حرك سليم يعني انت عايز تقول ان دي هس ريفراكتوري بي في سي صح كده؟ لا يعني انت عايز تقول كده؟ بالظبط كده يعني. طب الهس ريفراكتوري بي في سي دي عملت ايه في النارو كومبلكس تاكيكارديا؟ عملت ترمينيشن. عملت ترمينيشن، طب ده معناه ايه؟ احنا حاطين لحضرتك اختيارات اهو. تمام. تكنيكال موتيه تكنيكال موتيه. لما كانت بتعمل هي كانت ممكن ان هي تعمل حاجه من ثلاثه ان هي تعمل صح كده ان هي الدي ويف يعني زي يعمل ان هي تقدمها او تاخرها او تعمل ترمينيشن للتاكي كارديا مين صح كده صح لما كانت تعمل ترمينيشن للتاكي كارديا ده هل ده كان يعني ان احنا في اكسسوري باسوي عندنا ده يعني وجود اكسسوري باثوي ومشارك في التاكيكارديا بالظبط جزء من التاكيكارديا يعني دي الموست كونسيستنت فايندنج واكتر حاجه طب هنطلع بره السؤال نفتكر شويه حاجات بقى كده ماشي اجابتك تمام لو انا شلت استارت الهسه يا دكتور محمد تحت امرك تقدر تقول لي بي سي دي ايه ما معاك يا باشا مع حضرتك بافتراض كده ان ما حطش احنا اصلا اثرت هس كده على ارض الواقع على طول يعني طب انت دلوقتي تقدر تقول البي في سي دي هس ريفراكتوري ولا لا وليه لو بصد ان معناش اثرت هس يعني اثرت الهس ما هي اصلا تو بانشرز واسطره ار في مره نحطها في الهس ومره نرجعها الار في من الاخر فمش هيبقى فيه ما عندناش رفاهيه ان احنا نحط الاسطرتين واتنين ربعيتين عشان الموضوع ده هل لو هنعتبر ان الاكتيفيشن بتاع كورونا ريساينس ما تغيرش هو فضل زي ما هو ان هو من ال الاكتيفيشن ما تغيرش طيب لا هو احنا هو مش الاكتيفيشن ما تغيرش هي البي في سي جت وقفت البتاع تاكي كارديا لكن انا اقصد ال انا اسالك سؤال بشكل محدد تمام ازاي تعرف ان البي بي سي دي هيس ريفراكتوري دي قلناها برضو ثلاث حاجات اول حاجه ان هي تكون ليت كابلد يعني كابلنج انترفال ما بينها وما بين البريفيوس بيت من النارو كومبلكس تكون اكتر من نص التاكي كارديا سايكل لينث ده موجود نمره 2 ان هي تكون within 30 ملي سكند من الانتسبيتد هيس ديفليكشن وده موجود والراجل حاططها لك على الرسم بس ده احنا عملنا شلنا قصرت الهيس من الرسم ثالث حاجه ان المورفولوجي بتاع الديليفرد بي بي سي الار في ايبكس مش هيدي منظر سيرفيس اي سي جي بالشكل ده كويس مش هيدي ليد 2 فيه بوزيتيف نيجاتيف كده هيدي لك ليد 2 نيجاتيف لان انت بتبص من الار في ايبكس كله حصل كده ده دليل ان ده فيوجن ان التاكيكارديا نازله والبي في سي جت والاثنين فيوزد وذ ايتش اذر دي معناها ان البي في سي دي هيس ريفراكت وقفت التاكيكارديا اذا زي ما حضرتك قلت ان دي دليل ان في اي في ار تي يوتيلايزنج ذا اسيسي ذا اكسسري باثوي تمام وده الجاستيفيكيشن زي ما حضرتك قلت الو دكتور ادم ايوه يا باشا سامعك كويس سمعيني يا جماعه
عند دكتور ادم سامعينك، هو غالبا كان الصوت قطع عند دكتور حمدي ومش سامعين. اه ازيك يا دكتور كرولوس، عامل ايه يا باشا؟ قلت ده في حاجه في الشبكه. اه كده حمدي تمام، كده السؤال تمام، برافو عليك. ماشي هنقول اللي بعد منها بقى. حد يحب يشارك غير دكتور محمد حمدي؟ قول يا دكتور حمدي بقى. دكتور أسامة. دكتور كرولوس. ماشي اتفضل يا دكتور أسامة. اتفضل يا باشا. Narrow complex tachycardia was interrupted by intrinsic PVCs. Which of the following statements is true? احنا عندنا سيرفس اي سي جي في جريد 1 واي في اف بي 1 في اس ديستال وبروكسيمال في ار في. وحدت قسطره لو رايت اتريوم. ماشي لو رايت اتريوم في تاكيكارديا في الاول. البي في سي دي انا ما عملتلهاش ديليفري، دي سبونتينيوس يعني فجاه كده العين جاله بي في سي. البي في سي دي قام جاي موقفه التاكيكارديا، موقفه التاكيكارديا تمام. البي في سي دي مش ما هياش ليت او ما هياش الله ينور عليك، ممتاز. عرفت منين ان هي مش ليت يا دكتور اسامه؟ عشان المسافه بينها وبين الكارس كومبلكس اللي قبلها اصغر من الـ من الـ المسافتين اللي من نص التاكيكارديا سايكل لينف، الكابلنج انترفال اصغر من نص التاكيكارديا سايكل لينف، وهي طالعه من الار في بدليل هي مش فيوزد مورفولوجي، بدليل ان في 1 نيجاتيف واي في اف نيجاتيف تمام. فهي منظر مش منظر فيوزد مورفولوجي، هي بي في سي طالعه من الار في عادي جدا جت كده في وقت من الاوقات وقام جايه هوب موقفه التاكيكارديا. تمام تمام تمام. طب دي هعرف استفيد منها ولا مش هعرف؟ لو عندي ايرلي بي في سي ممكن استفيد منها ولا اقول لا دي ما ملهاش اي سيجنفيكانس؟ بغض النظر بقى انا اللي مديها ولا جات لوحدها مش مشكله، هي جات وخلاص. لو وقفت التاكيكارديا زي ما حصل كده، وقفت التاكيكارديا، طب وصلت للاتريوم ولا ما وصلتش؟ بص على قسطره اللوراي ال ار اي دي اللي هي مطلعه ديفليكشن للاتريوم فقط. مفيش ديفليكشن خالص. مفيش ديفليكشن، يبقى دي بلوكت التاكيكارديا وذاوت كوندكشن تو ذا اتريوم. تمام؟ اه. هل ده ليه سيجنفكانس عشان هي جايه بدري ولا؟ ايوه دي ليها سيجنفكانس، دي برضو من الحاجات اللي قلناها، ان احنا قلنا البي في سي حاجتين، يا اما هيس ريفراكتوري بي في سي وليها تقريبا 7-8 احتمالات، وفي الايرليير بي في سي اف بلوكت ذا تاكيكارديا وذاوت كوندكشن تو ذا اتريوم تمام، دي ليها معنى مهم. تعال نشوف الاختيارات. التاكيكارديا كان بيكسبلودد، اي في ان ار تي كان بيكسكلودد، اي في ار تي كان بيكسكلودد، اي اند سي ار كوريكت اللي هي اتريال تاك واي في ار تي، ولا نان اوف ذا اباف ار كوريكت. ازاي ايفنت يحصل في الفنتركل وما يوصلش للاتريوم يوقفه، يوقف الاتريال تاكيكارديا؟ واخد بال حضرتك؟ اه يا فندم. الحكايه دي بتكسكلود الاتريال تاكيكارديا. تمام؟ تعالى نقرا الجاستيفيكيشن دي برضه من الحاجات اللي قلناها. دي ريجولار اس في تي والبي ار فيها الار بي والشورت ار بي. السبتال في اي تايم اكتر من 70. الجمله دي معناها ايه يا دكتور اسامه؟ اه يعني شورت ار بي انترفال ام ام ار تي. السبتال في اي تايم اكتر من 70 معناها ايه؟ يبقى دي لونج ار بي يبقى كده. لا مش لونج ار بي، ستيل شورت ار بي. المعلومه دي هتطلع ايه من احتمالياتك؟ لو انت بقى يعني دي اكسكلود مين؟ سبتال في اي تايم اكتر من 70 التيبيكال ان ار تي، اكسكلود التيبيكال اف ان ار تي تمام.
وسايبين كل بقيه الثلاثه ديفرنشال دايجنوستكس موجوده. حلو حلو. جت حاجه كده بالصدفه حصلت ان بي في سي جت من قسطره الار في. ساعات يبقى حد حاطط الار في يعني بزمه قوي فتعمل ستيميليشن تقوم جايبه بي في سي. بي في سي دي عرفت ان هي من الار في زي ما قلنا من السيرفيس اي سي جي، وان الايرليست اتريال اكتيفيشن الايرليست اكتيفيشن على قسطره الار في. اهي الرسمه اهي. دكتور محمد بعد اذن حضرتك امرني، هي كده مش ليت كابل ولا ايرلي كابل؟ ايرلي. ازاي المسافه ما بينها وما بين الكومبلكس اللي قبلها اكبر من النص التاكي كارد ساكن؟ لا لا مش اكبر. في مقياس رسمي تحت اللي هو 200، لو طبقته هتلاقيها اقل من النص. مش عارف. ماشي يا دكتور. تمام ادي حاجه. تاني حاجه، تاني حاجه وده المهم، منظر السيرفيس اي سي جي. منظر السيرفيس اي سي جي ده منظر فيوجن بيت يا دكتور جلال ولا منظر فولي بيت، فولي كابشر بي في سي؟ لا مش فيوجن، لا بس لا فولي كابشر بي في سي بالظبط. تمام، فدي نقطة مهمة. فدي مش هيس ريفراكتوري بي في سي. ينفع هيس ريفراكتوري تيجي سبونتينيوس؟ اه ينفع عادي، انت وحظك يعني، وارد طبعا. اهو البي في سي اللي جايه ميكانيكال من الار في بترول اوت الاتريال تاك. تمام؟ which may only be interrupted بي في سي. تمام. بصوا يا جماعه، هو انا لو بي في سي ما وصلتش للاتريم هتاثر على الفوكس اللي في الاتريم ازاي؟ ملهاش اي ميكانيزم سوى ان هي تكون عملت اي هيمودايناميك ايفكت اثر على الـ على الاتريال تاك، وده حاجه انلايكلي مكتوبه حتى كتفسير بس مش حاجه كونسيستنت قوي. فالفينومينا دي لما يحصل معايا ايرلي كابلد بي في سي وذاوت كونتاكشن تو ذا اتريوم، المعلومه الوحيده اللي اقدر اخدها منها ان انا اقدر اكسكلود اتريال تاك. تمام؟ فدي ممكن تكون اف ان ار تي او اي في ار تي. ليه؟ كونها بدري فهي ممكن يا اما تبلوك في اكسسوري باث واي او تبلوك في الهيسبر كينجي سيستم. مفيش اي مشكله. ممكن كده وممكن كده. نحب ناخد السؤال اللي بعده يا جماعه؟ حد يحب يشارك تاني؟ دكتور بولا. دكتور ادم. ازيك يا باشا؟ قول لنا السؤال ده كده. معلش ان انت عندي مش احسن حاجة. لا لا ده زي احنا سمعناك كويس. What is the most likely mechanism of narrow-complex tachycardia؟ انت حاجة جايب هنا ACG 1 و AVF و V1 بعدين عندنا الهس البروكزمال والميد والديستال وبعدين الكورونري ساينس اللي سابق اكتر في 9 و 10 بعدين جايبين الار في. ممتاز. احنا كنا 310 345 على هاي تريت اتريم 309 350 حك عامل بيسنج منين بقى؟ طبعا انا دكتور ادم ولا حك فيه؟ ايه اه سامعك يا باشا كويس. قول لنا انت منين؟ في بيسنج سبايك موجود فين؟ البيسنج هو انا مش يعني انا شايف حاجه صغيره اللي هي اللي في النص دي بس اللي هي البيت نمره كام يا دكتور بول؟ البيت نمره 3. ممتاز. دي عباره عن بي في سي انا اديتها قلت للعيان بعد ما نحس سي 6 ضربات 8 ضربات من التاكيكارديا لو سمحت اديني بي في سي. كويس كويس. دي اول حاجه. تاني حاجه البي في سي دي هيس ريفراكتوري ولا لا؟ احنا قلنا اللي هيس ريفراكتوري اللي هي المسافه صح؟ تمام. بالك حاجات يا دكتور بول اهمهم ان انا اكون وذين 50 مللي سكند من الهيس ديفليكشن والراجل حاطط لك هيس زي الفل. هل انت وذين 50 مللي سكند من الهيس؟ اه ولا لا؟
حاسس انها اقل. تمام، وزن 50 او اقل بدي تمشي ان هي هيس ريفراكتوري. تاني حاجه السيرفيس اي سي جي ده يديك فيوز مورفولوجي ولا فولي بيس مورفولوجي من الار في ايبكس؟ انا حاسه لا ار في من الار في ايبكس. ده من الار في ايبكس. هنا دي فيوز مورفولوجي ولا لا؟ وانا لو من الار في ايبكس بيور اي في اف هتبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف لو من ايبكس؟ لو من الايبكس المفروض تبقى طالعه من تحت. لا يبقى كده تمام. يبقى ايه؟ يبقى مش من الار في ايبكس. لا هي من الار في ايبكس بس فيوزد مع التاكيكارديا فدت لك المنظر فيوز عشان الاي في اف. تاني حاجه تقول ان البي بي سي بتاعتي هيس ريفراكتور ولا لا. تالت حاجه الدكتور النقطه اللي كان دكتور احمد جلال بيتكلم فيها ان هي ليت كابلد. اذا البي في سي دي هيس ريفراكتوري بي في سي. التاكيكارديا وقفت ولا استمرت؟ استمرت. حلو، ادي اول احتمال. تاني احتمال حصل ادفانسمنت ولا ديلي للتاكيكارديا. لوك على استرت الهاي رايت اتريوم وهنشوف الاي اي انترفال اللي قبل واللي بعد البي في سي ونقارنها باللي قبل منها. بس ده سامي يعني هي 350 وبعدين بقت 308 تاني. 350 زي اول حاجه هي 310 345 بعد كده الانترفال المهمه اللي هي قبل اللي هي بتحاوط البي بي سي بقت 305 بعد كده رجعت 350 قارن 305 ب 345 الفرق ده سيجنيفيكانت ولا كلام فاضي؟ سيجنيفيكانت. كويس، اذا حصل ادفانسمنت. اللي احنا بنقوله ده بنفترض ان التاكيكارديا بتاعتي ريجولر وما فيهاش سايكل لينث اوسيليشن، لكن للاسف دي احد الليميتيشن بتاع المانوفر دي. ليه؟ لان السايكل لينث قاعده بتتغير. بص كده 310 345 305 بعد كده 350 بعد كده 308. انا وصلت لمرحله ان انا مش عارف ايه السايكل لينث الاصليه اللي انا بقارن بيها. انت لازم تقارن بحاجه فيكسد كويس. انت الحاجه اللي بتقارن بيها متغيره، اذا لا يصلح القياس على المانوفر ده. يبقى المانوفر ده ان انتربريتابل. دي احد الليميتيشنز بتاعه الهيس ريفراكتوري بي في سي. وات ذا موست لايكلي ميكانيزم؟ تيبيكال اي في ان ار تي ولا اي تيبيكال اي في ان ار تي ولا اي في ار تي يوزنج اكسسوري باث واي ولا اتريال تاكيكارديا ولا ذير از نوت انف داتا؟ نوت انف داتا. ممتاز، وده الجاستيفيكيشن اللي احنا لسه قايلين بيه. ماشي يا دكتور بولا، ايه رايك في المكان اللي سي جي ده لوكالايز ده ولف هشيشناك اهو، قول لنا الباثوي ده مكانه فين؟ دايما ستر علينا يا ريس. تمام دايما يا احنا عندنا نبدا كده الاول من الانتيريور ليدز الفي 1 نيجاتيف وبعدين في 2 بوزيتيف. تمام، انت هتستخدم اي الجوريزم يا دكتور بول؟ في تو الجوريزم لازم تختار انك تستخدم ايهما، والاثنين الافكار فيهم متقاربه، يا اما عين شمس الجوريزم او العروض الجوريزم. المهم فيهم انك تركز على الهيد، بمعنى ان عين شمس الجوريزم ده كان بيقول لك في كرود الجوريزم وفي حاجه زي فاين الجوريزم. ركز على الكرود. العروضه ركز على الخطوات اللي فوق، ما تدخلش نفسك في التفاصيل. ليه؟ لان التفاصيل من الاخر انت بتفرق بين اماكن جنب بعضها والموضوع ده مش فارق معاك. الباث واي ده سيبتال ولا ليفت لاترال؟ سيبتال. ليه؟ عشان الترانزيشن في فيك 2. ممتاز. تاني حاجه هتبص عليها ايه؟ هو سيبتال صح؟ كلامك صح. الو دكتور ادم معايا؟ انا معاك يا باشا. انت معلش بص هتبص على ايه بعد كده؟ سبتل ده ايه؟ سبتل احنا هنشوف انتيريور ولا بوستيريور، هنشوف من الانفيريور ليدز. الانفيريور ليدز عندي ثلاثه نيجاتيف
تمام. وعندي الارف سنه ار صغيره في AVF. والله بص هقول لحضرتك على حاجه، انت مش بتبص على الار، انت بتبص على الدلتا. لو انت هتاخد رايي في دي، انا طبعا ببص على اول 20 ملي سكند من الدلتا، قول 40 اللي هو مربع صغير، تمام، تجاوزا يعني. انا رايي ان دي ايزو الكتريك دلتا. ايزو الكتريك، تمام. اه طب ليه اتنين؟ ما ليه اتنين بوست؟ حلو، يبقى المكان فين؟ بوستيرير. ممتاز. تمام. ليه؟ لان احنا قلنا ليه التلاتة ده على يمين الميدلاين واي في اف في النص، وليه التلاتة على الشمال في ديسكوردنس في الانفيريور ليدز، ومينلي نيجاتيف في ليه التلاتة، كويس، والدلتا نيجاتيف نيجاتيف باينه هنا. حلو، يبقى ده النيجاتيف بتشاور على المكان اللي الالكتريستي طالعه منه، يبقى ده بوستروسيبتال ورايت بوستروسيبتال. تمام. ماشي يا دكتور ادهم، ممكن نسال حاجه بس في الاس جي؟ امر في 3 هو ترانزيشن بعد ما بقى بوزيتيف في 2، الالترنيشن اللي حصل على في 3 ده بقى نيجاتيف، له سيجنيفيكانس الحاجه؟ احيانا بيبقى في دبل ترانزيشن، وبعض الناس يقول ان ده رايت بوستيريور اكتر ما منه بوستروسيبتال، يعني رايت بوستروسيبتال احيانا، واحيانا ما بقاش ليها سيجنيفيكانس، واحيانا بيبقى ليها علاقه بالبوزيشن بتاع الالكترودز وكده. تمام يا باشا. الحته دي، الحته دي احيانا لو هتطبقها على البي في سيز مثلا بيسموها في 2 باترن بريك، ودي تقريبا غالبا بتعبر عن سيبتال اكتيفيشن. خلي بالك ان اللوكاليزيشن الولف قريب قوي للبي في سيز، لان الاثنين عباره عن فينتريكولار اكتيفيشن في النهايه. صوتك بعيد بس، صوتك بعيد خالص، ما سمعتش الجزء الاخراني اللي هو ايه اخر حاجه سمعتها ايه؟ لما حضرتك تتكلم على الليد 3 قلت ليد 3 وبعد كده الصوت بعيد خالص. ليد 3 ولا في 3؟ في 3، في 3. في 3 نيجاتيف بعد ما كان بوزيتيف. فدكتور محمد حمدي بيسال على السيجنيفيكانس بتاع الحكايه دي. احيانا دي بنسميها دبل ترانزيشن، ودي المعلومه دي مش حاجه كونسيستنت قوي، احيانا بنلاحظها ان دي بتمشي اكتر مع الرايت بوستيريور، يعني انت ما بتبقاش سيبتال قوي. ولو عايز تعمل اكسترابوليشن على احد المعلومات اللي موجوده في البي في سي لوكاليزيشن، ده ممكن يكون بيعبر عن سيبتال اكتيفيشن. تمام؟ فده رايت بوستروسيبتال، يعني لو هختار اجابه ده رايت بوستروسيبتال. ولا عايز افكر بمنطق الاكسكلوجن، رايت فري وقول لا. رايت فري وول لازم ال طب رايت فري وول لا ليه يا دكتور بولا؟ عشان الترانزيشن اللي عند السبتل بالظبط، الترانزيشن ايرلي، لو رايت فري وول لازم يبقى ليت. طب ليفت فري وول ينفع؟ لا، ما احنا هنا مش رايت بنت، ومش ايه كمان ببص عليه؟ ايه كمان؟ قول لنا انت بقى يا باشا. ماشي يا ريس. ايه كمان غير ان احنا مش رايت بندل؟ ال اللاترال، اللاترال في واحد اي في ال، واحد واي في ال بوزيتيف بوزيتيف، مفيش ليفت لاترال، هيكون عندك واحد واي في ال بوزيتيف كده. تمام تمام. ابايت انتروسيبتال ينفع؟ الثلاثة مش هي نيجاتيف مش بالظبط بالظبط. احيانا ممكن واحد يقول لك ده ليد 2 بوزيتيف ده كذا، لا كتير جدا بنشوفها بيبقى ليد 2 كده، وهو ليه؟ لان هو طالع من الرايت فبيديك، بيبقى بعيد جدا على مكان ليد 2. هناخد بقى الاي سي جي اللي بعد منه. تاني يحب يشترك؟ كان اساين حد بقى. دكتور حمدي عمرك ايش؟ دكتور نوفل اللي يحب يقول بقى يقول، سهله خالص. عمرك يا دكتور ادهم. اتفضل يا دكتور حمدي. عندنا بوزيتيف فار في 1، فاحنا ليفت سايد. تمام تمام.
تمام بوستف ار وماشيه بوستف من في 1 لفي 6 المعلومه دي مهمه احنا ليفت سايد يعني بالظبط واحد ويف ال اخبارهم ايه واحد ويف ال في ال بوستف واحد ايزو الكتريك في ال بوستف مش شايف بصراحه لا في ال ايزو الكتريك لا نيجاتيف اول 20 ثانيه يعني يعتبر تمام نيجاتيف يا باشا انت اللي شوفها دي البي معلش هي اول بيت اللي هي اخر يعني اللي هي قبل الاي في ال دي كان شكلها بوزيتيف يعني هي في الليد اللي قبليه بتاعت ليد 2 مش بتاعت الاي طب ليد واحد بوزيتيف ولا نيجاتيف ليد واحد نيجاتيف تمام حلو قوي لما الاقي كده ابص على 2 و3 واي في اف اخبارهم ايه 2 و3 اي في اف بوزيتيف تمام تعال نشوف بقى الاختيارات تقريبا هيبقى ليفت انترو لاترال تمام هو مش حاطط ليفت انترو لاترال حاطط ليفت لاترال اكسسوري بافول انا اعتبرها كلام سليم تمام وممكن غالبا هي 2 و3 واي في اف يبقى ده انتير لوكيشن هتلاقيها طالعه لفوق شويه ليفت لاترال بالظبط هنفتكر ان احنا لازم بنشوف اول 20 ملي سكند او تجاوزا 40 ملي سكند من الدلتا يفضل يكون عندي 12 ليد اي سي جي ورا بعض زي بتاع المكنه خلي بالي انا حاطط الالكترودز فين لان انا لو حاطط حاجه عاليه ممكن تديك طول ار بشكل يعني فولس وتلخبطني خلي بالي من الساتل بري اكسايتيشن لان حاجه زي الليفت لاترال هي بعيده عن الكوندكتيف سيستم فعاده ما بتبقاش فول بري اكسايتد ممكن ما تبانش خالص ممكن يبان لك دلتا ويفز او في مثلا في 5 و6 او سنه ار في ليد 1 في 1 وهي تكون الكلو الوحيد لحاجه زي كده وما ننساش في 1 وانا ببص لان دي ليها اهميه خاصه في الرايت انتيريور فيرسس الانتروسيبتال وهنشوفها دلوقتي الستبس بتاع القروضه اول حاجه ببص على باكسكلود الليفت لاترال ليد 1 واي في ال وفي 6 ولو في ار اكتر من الاس في 1 يبقى دي ليفت لاترال لو لقيت بوزيتيف دلتا في الانفير ليدز زي المثال اللي فات يبقى دي بتسجست ان في انتير لوكيشن الديب نيجاتيف ويف في ليد 2 دي معناها ان انا ممكن اكون ايبيكارديال ريليتد للميدل كاردياك فين او اي فينس انومالي سي اس باوتش او حاجه زي كده لو عندي نيجاتيف او ايزولكتريك دلتا في في 1 وايرلي ترانزيشن معنى كده ان انا سيبتال اكسسوري باث واي وببص على الانفيرور دلتا بولاريتي لو لقيت بوزيتيف دلتا صغيره فيها ار اقل من الاس مع ليت كيو ار اس ترانزيشن معنى كده ان انا رايت فري وول وجوه الرايت فري وول بلوكلايز على حسب الانفيرو ليدز بوزيتيف من نيجاتيف وبتبقى دي من الحاجات اللي يعني تعتبر اصعب انواع الاكسسوارز في الابليشن اوكي كده احنا خدنا تو اكزامبلز على الاي سي جي لوكلايزيشن بتاع الدلتا ويفز ناخد بقى حاجه بعدها دكتور نوفل يشارك معانا بقى معاك يا باشا قول لنا رايك يا دكتور نوفل Basic maneuver is performed from RV AVIX and RV UT reveals the following response which of the following statement is most accurate. يعني احنا بنعمل basing من ال من ال RV ال RV AVIX وال RV UT. تمام. يعني هما ال RV AVIX و RV UT ورا بعض ولا سواء اول واحدة اول بص يا دكتور نوفل بص يا دكتور نوفل اي مين ار في ايبكس ومين ار في او تي انت مش محتاج حد يقول لك السؤال ده يو كان ديفرنشيت ايزلي بتوين بوث اوف ذيم هو ار في ايبكس في واحده في ار في ايبكس اول ثلاثه ار في ايبكس و كلام سليم وللثلاثه التانيين هم على فكره الاثنين مش رسمه واحده هم رسمتين وجنب بعض ما هو اول هو عامل في اول رسمه هو كاتب ار في ايبكس وهم والبيسنج سبايكس تاني ابليشن هو واضح انه حاطط استارت الابليشن في الار في او تي تمام وبيس مره من الايبكس ومره من الار في او تي بالظبط بالظبط يا باشا هو اثنين هو حاط الاي سي جي 2 واي في اف وفي 1 انا مش شايف كويس بس يمكن عشان ال اي في اف بوزيتيف يا دكتور محمد واحنا ار في ايبكس اللي ناحيه الشمال وار في يوتي اللي ناحيه اليمين تمام احنا متفقين مع بعض مش هذا هو السؤال
تمام. السؤال ايه بقى؟ هل ده يعني ان في ريتروجريد لكوندكتنج سيبتال اكسسوري باث واي از لايكلي تو بريزنت، ولا ريتروجريد لكوندكتنج سيبتال اكسسوري باث واي از لايكلي نوت بريزنت، ولا ريتروجريد كوندكتنج ليفت لاترال از نوت بريزنت، ولا ريتروجريد كوندكتنج رايت لاترال از لايكلي بريزنت، ولا ريتروجريد كوندكتنج رايت لاترال اكسسوري باث واي از نوت بريزنت؟ تمام تمام. بص يا دكتور محمد، انا يعني ايه هقول لك نقطه مهمه، انت لما تيجي تبص لو انت مش عارف لازم تبتدي تتصرف. يعني احنا بنسال هنا عن مانوفر بيسنج مانوفر اللي هي الديفرنشال ار في بيسنج، تمام تمام. نقارن البيسنج من الايبكس والار في بيز او الار في او تي، واشوف استمتو ايه تايمينج، اخباره ايه، فرق ولا ما فرقش، وهنعرف كمان شوية ازاي ده بي يعني بيديني معلومة في ايه. لكن لو انت ما عندكش معلومة تمام، تعال نبص على الاختيارات. هو الراجل حطيت لك اختيار ليفت لاترال، ريتروجريدلي كوندكتنج ليفت لاترال از لايكلي نوت بريزنت، ده صح ولا غلط؟ ليفت لاترال لا غلط، لان ال عامل بيسنج الانترفال سواء هنا او هنا الصغيره، يعني الاكتيفيشن تايم قليل. بص يا باشا، السبتال السبت ستيم تو ايت، اول حاجه الاتريال اكتيفيشن سيكونس اختلف بين الرسمتين ولا زي بعض؟ ولا بعرف الاتريال اكتيفيشن سيكونس منين؟ من الاتريم ديستريبيوشن على اسطره السي اس او على اسطره الهاي رايت اتريم. انا مش حاطط عندك اسطره هاي رايت اتريوم، ما عايز سي اس. حلو، عدم وجود اسطره هاي رايت اتريوم تقدر تفيدك في السؤال ده؟ عدم وجود هاي رايت اتريوم، عدم وجود اسطره بتعبر هي عن الهاي رايت اتريوم، ايه المعلومه اللي انا اقدر استخدها منها وتفيدني في الاجابه دي؟ لا مش عارف. ببساطة عدم وجود أسطرة هاي رايت اتريوم تخليني ما اقدرش احكم على رايت لاترال اكسسوري بافول، انه كونسيلد في الحالة دي. انا بتكلم عن تاكيكارديا، انا معيش معرفش اللي عنده وولف ولا لا، وحتى لو وولف ممكن يبقى عنده تو بافويز، واحد بيوصل انتي جريد واحد بيوصل ريترو جريد. فعدم وجود دول انا هعرف منين انه بيكوندكت ريترو جريد في رايت لاترال اكسسوري بافول؟ فانا المانوفر دي اللي بعملها لا هي هتعرفني، ودي ريترو جريد. احنا بنشوف ريترو جريد كوندكشن من الار في او تي والار في ايبكس. انا انت مش حطيت لي اي حاجه على الرايت اتريوم، لا هحكم انه موجود ولا مش موجود. اذا التشويس دي وايه غلط، انسى. تمام. تاني معلومه، ودي معلومه بيزك، الديفرنشال ار في بيسنج بعمله ليه؟ علشان اشوف يعني هيساعدني في اللوكاليزيشن بتاع الاكسس واي، يعني هو قريب من الار في ايبكس، ممتاز. الباك في السيركت مع الكوندكشن ولا لا؟ بص يا دكتور محمد، دي سواء الديفرنشال ار في بيسنج او الباراهيسيان بيسنج، هي بيسنج مانوفر اثناء الساينس ريزم، وبتست فيها او بقدر اميز ما بين الريترو جريد على الايفي نود، ما بين الريترو جريد على السبتال اكسسوري باثوي. اذا المانوفر دي طولها دورها انها تميز وجود من عدم وجود سبتال اكسسوري باثوي. انا ما بعملهاش عشان اعرف ان في ليفت لاترال ولا لا. اذا التشويس نمره سي ليس له اي منطق في الاختيار. كويس كويس. طب في سبتال اكسسوري باثوي ولا مفيش؟ بعرف منين؟ من المانوفر دي. شفت بقى احنا حصرنا الموضوع ازاي؟ تمام. حد يا جماعه يعرف الديفرنشال ار في بيسنج؟
من الدكاترة الموجودين؟ مع حضرتك يا دكتور. اتفضل يا دكتور احمد. وده كده معناه ان انا معايا هنا استمتو ايه هنا 99 هنا 115. طب يعني استمتو ايه ده بتاع الايبكس واستمتو ايه 116 في البيز. حلو. ده معناه انه نقدر ما فيش اكسس ليه؟ لانه لو على البيز هيكون ضغط رابيدلي فهتلاقي ما فيش ديفرنس جامد ما بين الايبكس على البيز. تمام. لان النودل لو انا هكوندكت هبيث بيز مع النودل انا مضطر ان انا انزل بالالكتريستي لعندي تحت لعندي الايبكس عشان القط الرايت باندل وارجع فيها فهاخد وقت طويل. تمام. لكن انا لما اكون معايا اكسسوري انا هرجع على طول في الاكسسوري من فوق لفوق مش هضطر انزل لتحت فهتبقى مديك الديوريشن مش هتطول معايا مع الاكسترا نودل. لكن ده نودل طالما تطول الايبكس عن البيز. كلام سليم. يبقى معنى كده ايه؟ انا تشويس من الخمسه ما عنديش اكسس. احنا استبعدنا الاثنين اللي تحت دول ليس لهم محل من الاعراب في السؤال. دول جايين كده يلخبطوا الناس. فممكن الحته دي تاني دكتور ادم معلش الحته اللي دكتور احمد قالها هنقولها تاني هنقولها ان ديتيلز لان دي ما اتقالتش في دي اخر جزء لما انتم يعني ما ابتدينا المحاضره متاخر لما انتم اخترتوا الميعاد المتاخر وما لحقناش خالص. هنقولها ريتروجريدلي سيبت الاكسسوري باثوي زي ما دكتور جلال قال از لايكلي نوت بريزنت. ليه؟ الديفرنشال ار في بيسنج ده الجستيفيكيشن بتاع الاجابه. تمام. انه بيتكلم على السيبتال في اي تايم او الستيم تو اي تايم انه اكتر مع البيزل بيسنج وده معناه ان في كلوزر بروكسيميتي ورابيد اكسس للديستال رايت باندل. تمام. فانا اذا ان انا بوصل بين الاي في نود ما بوصلش على اكسسوري. تمام. وهنا قايل لك بقى يقعد يقول لك بقى الايه حته الاختيارات الثانيه دي لا ليه زي ما احنا قلنا. ايه بقى موضوع الديفرنشال ار في بيسنج يا دكتور بولا؟ هو بيختار انا مره هبيز من الار في ايبكس اللي هي بي 1 ومره هبيز من البيز الار في بيز يعني قرب الهيس كده او ان البيز هتستارتك كلوك كويس هتقوم جاي طالع على الار في او تي وعامل المانوفر بتاعتك. فكره في ايه؟ ان انا لو عندي البيز انا اقرب للفنتريكولر انسيرشن بتاع الاكسسوري باث واي. الستيم تو ايه هيكون قصير او اقصر من الايبكس. كويس؟ فبنحن نحفظها الايبكس اطول في الاكسسوري. اما العكس بيكون في الاي في نود لان انا الايبكس قريب من الديستال انسيرشن بتاع الرايت باندل. فلو هبيز من الايبكس هتطلع على طول لكن لو هبيز من البيز وانا راجع في الاي في نود الامبلس زي ما دكتور جلال قال لنا مضطره تنزل لحد الايبكس وتوصل. بص الرسمه دي معبره عن الفكره. انا عملت هنا بيسنج للبيز يا دكتور بولا كويس؟ تمام. حلو. الباثوي قريب من الايبكس اقرب لمين؟ سوري انا اسف. اقرب لمين هنا؟ ولا اقرب من الانسيرشن بتاع الرايت باندل. تمام. من هنا طلع حاجه اسمها الفنتريكولار اتريال اندكس او الفي اي اندكس. الفي اي انترفال على الايبيكال سايت ماينس الفي اي انترفال على البيزل سايتس. لو الايبيكال سايتس اكتر من البيزل سايتس باكتر من 10 معنى كده ان انا راجع في اكسسوري باثوي اللي بيسموه الاكسترا نودال ريسبونس. لو الفرق ده اقل من 10 يبقى انا راجع في الايفي نود. طب احنا هنا اخبرنا ايه؟ الارقام هنا انا 99 في الايبكس و116 في البيز. حلو. 99 ناقص 116 كام؟ ماينس 17. ماينس 17 دي
اقل بكتير من العشرة من زائد عشرة اللي موجودة على الرسمة دي. يعني هنلاقيها هنا كده. اذا نو اكسسوري بافوي. واضح يا جماعة المانوفر دي ولا مش واضحة؟ تمام يا ريس واضح. دكتور نوفل يعني واضح الديفرنشال ار في بيسنج ده بيفرق ما بين الريترو ويف كوندكشن على الاي بي نود ولا على الاكسترو باسوي سبت الاكسترو باسوي بس. الله ينور عليك. الاول كوندكشن الكلام ده في ليفت لاترال ما انا شايف يا عم لوحدي. رايت لاترال مش هعرفه اصلا. لازم اعرفه لازم اكون شاكك فيه بحاجات كده معينه ان تلاقي مثلا استارت اس اس كل الاتريوم ماشيين مع بعض فانت تشك على طول ان في ريتروجريد على الـ على على التراكاسبيد انيولس. فممكن في الحاله دي هتقوم جاي حاطط قسطره في الـ في الـ في الـ على التراكاسبيد انيولس او في الرايت اتريوم وتشوف في اتريال اكتيفيشن بدري ولا لا. تاخد بال حضرتك وده الاختيار اللي احنا قلناه. يبقى احنا ريتروجريد على الليفت لاتر والرايت لاتر. سيبك يا عم من الكلام ده. عندك سيبتال باثوي ولا ما عندكش؟ است الفي اي اندكس قلنا 99 ناقص 117 ماينس 18 ولا ماينس 17 الا يبقى ده نو اكسسوري باثوي. تمام اوكي تمام يا باشا ماشي. What is the most likely mechanism for this tachycardia؟ احنا شايفين ايه؟ مين يا جماعة يا عايز يشارك؟ ازيك يا دكتور محمد؟ ازيك يا باشا؟ مين معانا؟ انا كرولوس. اه دكتور كرولوس ازيك يا حبيبي. بص يا دكتور كرولوس هنا انا دي تاكيكارديا شغالة كويس وما عملتش فيها اي مانوفر لا عملت بيسنج ولا اي حاجة كويس. اذا دي اوبزرفيشن اثناء التاكيكارديا وانا عايز اطلع منها ميكانيزم. هل الاختيارات دي تساعدني؟ الراجل مديني شويه اختيارات. وريني الاختيارات الاول ولا نحلل التاكيكارديا الاول؟ ماشي انا بس اختيارات اتريال تاك ولا اف ان ار تي ولا في تي ولا اي في ار تي؟ اول حاجه دي نارو كومبلكس ولا وايد؟ وايد كومبلكس. لا نارو. ما تنساش ان احنا على سرعه عاليه في الانتراكاردياك. الدنيا مفروده انت واخد بالك. لا دي نارو كومبلكس. نارو كومبلكس 1 تو 1 تاكيكارديا يبقى غالبا مش في تي. يبقى انا يا اما اتريال تاك يا اف ان ار تي يا اسمه ايه ده اتريال تاك اللي هم الثلاثه ديفرنشال دايجنوس. ايه اللي احنا مركزينه في الاتش اتش انترفال زي ما هي ثابته هي 95 لكن ال الاي اي فاريبل الاي اي فاريبل تمام دي تطلع مين بره؟ الاي في ان ار تي. لا تطلع مين بره مش تثبت مين؟ تطلعها بره مش الاتريال تاك هي اللي ما تبقاش بص بص يا كرولوس دي تكسكلود اي في ار تي في ار تي لان الوبل لو حصلت لازم ما بقاش فيها فاريا دي التاك كارد دي فيها تقريبا في اي او اتش اي ديسوشيشن يعني الاتريوم مش جزء من السيركت. انت واخد بال حضرتك كون الاتريوم مش جزء من السيركت ده الاي في ار تي بره والاتريال تاكيكارديا بره. عارف ليه؟ نقدر نقول قاعده يا دكتور محمد ان التاكيكارديا سايكل لينس ووبل اكسكلود الاي في ار تي على طول. لا ما بتكسكلودش الاي في ار تي. الوبل لو الفي في بتبريدكت الاي اي تمشي مع الاي في ار تي. لو الفي في هي اللي بتشيل. تمام؟ لكن انا هنا مفيش اسوشيشن ما بين الهيس اكتيفيشن والاتريال اكتيفيشن. في نفس الوقت ال ال الهس ماشيه مع الفي
يبقى مين اللي بره السيركت؟ اللي ماشي مع الان. بس انا يا دكتور ادم هنا لو ما عنديش هاي ريتريم ممكن اطلعه. ماشي، ما هو ما هو فيش مشكله. ممكن طبعا في بقى مانوفرز ثانيه بستخدمها وكده، بس انا لحسن الحظ في اصلا هاي ريتريم موجوده ولاحظنا الموضوع ده. وممكن تلاحظها على فكره يا دكتور على اسطره السي اس. عساس واحد واثنين اسبق. ماشي بس دكتور كورنوس لسه معانا؟ انا معاك بس انا يعني في النص معلش، حكايه ان الاي اي انترفال مش ريجولر. انت قلت ان انت اكسكلود الاتريال تاك والاي في ار تي عشان كده الاتريال مش جزء من السيركت. ممتاز. بص يا دكتور كورنوس، سيبك من الهايرت اتريال، تعال بص على حاجه ليها علاقه بشغلنا بالواقع. بص على اسطره سي اس 9 و10. تمام. ايه رايك في الفي اي تايم؟ شورت. ايه؟ صغير. هل الفي اي تايم في كل بيت زي التاني ولا فاريابل؟ فاريابل. لا ثواني يا بولا، بص كده يا دكتور كورولوس على اول تاني بيت وتالت بيت. ده فيها جامب يعني؟ مش جامب. جامب دي بعملها لما اكون بعمل بيسنج. انا اقدر اقول هنا ان في اي ديسوسيشن. انا كنت لسه اقول لك، هو مش هنا دي كده في اي يعني هي الفي الاول؟ بص يا باشا، اول واحده في اللي هي ماشيه مع كيو ار اس والاي اللي بعد منها. في اللي ماشي مع الكيو ار اس والاي اللي بعد منها. الفي اللي ماشي مع الكيو ار اس والاي اللي بعد منها. الفي اي تايم ما بين السيرفيس اي سي جي لحد الاي او ما بين الفي اللي استارت السي اس والاي اللي بعد منها متغير، مش قد بعض. في اي ديسوسيشن دي لوحدها بنسبه 99.9 تاكسكلود الاي في ار تي. تمام. يبقى انا بسم الله الرحمن الرحيم مش اي في ار تي، اتفضل لي مين؟ اي في ان ار تي واتريال تاكيكارديا. كويس؟ كويس. طبعا دول ممكن افرق ما بينهم عن طريق المانوفرز، لكن احنا هنا لحسن الحظ ولان ده سؤال في اسطره هاي رايت اتريال موجوده، او ممكن نحط سيناريو خيالي ان انت لما لقيت الحكايه دي قمت جاي حاطط اسطره في الهاي رايت اتريال. يعني انت لقيتها ديسوشيتد كده، قلت اما احط اسطره في الهاي رايت اتريم واشوف الدنيا ماشيه ازاي. لقيت الاي اي ثابته، سوري انا اسف، الاتش اتش ثابته حلو، والاي اي متغيره. انا الطبيعي طبيعي هنا ان المفروض الاي اي تدرايف الاتش اتش. يعني لو انا عندي تغيرات، سوري، تغيرات في الاتريال سايكل لينث المفروض تسمع في الهس، ويبقى التغير في الاتريم قبل التغير في الهس. دي فكره الوبل يا دكتور جلال. تمام يا باشا. تمام. دكتور احمد. دكتور محمد سامع حضرتك؟ مع حضرتك. تمام. دي تنفع تكون اتريال تاكيكارديا؟ تمشي. ازاي؟ هو مش المفروض ان السايكل السيركت المفروض زي ما دكتور كورولس بيقول في الاتريا التكتيكي. بس انا عندي اي اي مش بتشد الاتش اتش، ما بتشدهاش، ما تمشيش اتريا التكتيكي بالظبط. تعال نشوف الاكسبلانيشن. سؤال يعني مش لطيف قوي. What is the most likely case of this tachycardia? VT. Intermittent tachycardia. خلاص. NRT. افكر بالاكسكلوجن يا دكتور كورولوس. VT لا يا عم، دي دار كومبلكس وماشيه 1 تو 1. تمام؟ قلت دراما جي ار تي مش هينفع. تعال نشوف بقى الجاستيفيكيشن بتاع الاجابه. هنقولها بقى مع بعض. الاي في ان ار تي والسين ويز فاريبل كوندكشن تو ذا اتريوم، واحنا عارفين ان الاتريوم مش جزء من السيركت بتاع الاي في ان ار تي. اونلي الاتش اتش انترفال از كونستنت، ذا وبل ديستنجويش برايمري اكتيفيشن فروم سبسيكونت اكتيفيشن.
لو البرايمري اكتيفيشن في الاتريوم مفروض زي ما دكتور جلال قال يسمع في الاس، هو انا بيديك ملحوظه بيقول لك والله خلي بالك ان الايرليست اتريال اكتيفيشن عند سي اس 7 و8 وده ما يخلكش تنفي الاف ان ار تي. ليه؟ لان ده ممكن يكون في اكستنشن ليفت سايد اكستنشن لسلوب اوف وي. ماشي يا عم متشكرين، دي معلومه كده في النص. تشويس دي از نوت كوركت اللي هو الاورثودرومك اي في ار تي، تمام؟ ليه؟ لان الريتروجريد اكسسوري باف واي كوندكشن مش هيكون فاريبل في اي انترفل. ماشي. طب اتريال تاكيكارديا لا، الاتش اتش ماست فولو الاي اي، تمام؟ اذا الوبل هنا عملت شخصت لي او عملت اكسكلوجن للاتريال تاكيكارديا، تمام؟ طب نارو كومبلكس تاكيكارديا وفيها بوست في اتش في ينفع في تي؟ لا ما ينفعش. يبقى دي الاجابه عندي اللي هي اي في ان ار تي. مقتنعين يا جماعه بالسؤال ده ولا غيتت شويه؟ لا بس كويس جدا، اظن باين لنا فكره معينه، يعني ادالنا فكره على حته الروبل ازاي استفيد منها. دي جميله دي، لسه ما شفتش. ماشي يا دكتور جلال عشان خاطرك معلش بس. هو الحاجه الوحيده اللي اكسكلود الفي تي هنا ان الحس هي اللي سايقه التكارديا. لان احنا في في ديسوشيشن، ما هو في ديسوشيشن ده مع الفي تي. جميل كلام حضرتك سليم. طب في في تي بنارو كومبلكس؟ الستة الفي تي بس بوظ في اتش في هنا. هنا اللي هتبقى نيجاتيف اتش في؟ هو كلمة السيرف البوزيتيف اتش بي. تمام. بص يا دكتور نوفل، أول حاجة في أول حاجة وجود في تي بنارو كومبلكس أوكي، بس في تي شاكك فيها لازم أبص على الهس. التاكي كارديا الوحيدة أو الفي تي الوحيدة اللي فيها بص في اتش بي مين؟ هو الصوت راح معلش ولا انا مش سامع ولا لا؟ لا انا معاك بس انا منتظر الاجابه. انا مش سامعك حضرتك قلت ايه يا باشا؟ بس الصوت راح كله، محدش سامعني خالص. لا الصوت لما عملت السؤال بس راح ورجع تاني. ايه الفي تي اللي فيها بوست في اتش في؟ الفي تي اللي فيها بوست بلانش ري انترنت. تمام انت تمشي باندل برانش ري انترنت في تي بنارو كومبلكس. لا وان تو ما سيبك من وان تو، ما هي فيها ديسوشيشن خلاص انسى الفي تي. تمام حلو، ادي اول حاجه. انت اي في ان ار تي اي في ار تي لا فيها ديسوشيشن، يتفضل لي مين؟ الاي في ان ار تي والاتريال تاكيكارديا. حلو الوبن انا عندي سايكل لينث تشينج، الاي اي بريدكت الاتش اتش لا يبقى مش اتريال تاكيكارديا، يبقى مين اللي فاضل؟ الاي في ان ار تي. ده الايرلس اتريال اكتيفيشن عند سي اس 7 و8 مش هتمشي اي في ان ار تي. لا يا باشا ينفع لو في ليفت سايدد اكستنشن اوف ذا سلوب اوف وي بس كده. يعني دكتور محمد مش المفروض الاي في ان ار تي بيبقى الاي اي كونستانت تبقى ثابته زي الاتش اتش؟ ثانيه واحده، هي بتقلب تنزل مره سلو بس وي ومره فاست بس وي. مره لا مش سلو ولا فاست بس وي يا دكتور احمد، ما ده الموضوع له علاقه بالاي تفسير ان في ان ار تي وليه مش ثابته. ايه؟ ان الاتريوم مش جزء من السيركت. نعم ثانيه يا باشا، الاتريوم مش جزء من السيركت. مش فاهم يعني ازاي؟ هي سيركت الاي في ان ار تي فين؟ جوه الاي في نود الاي في جنكشن. الاتريوم مش جزء منها. بيجي انا ممكن السيركت شغاله وهي توصل للاتريوم هي ما توصلش، مش لازم التوصيل من السيركت للاتريوم يكون بشكل منتظم كده زي ما انت متخيل. تمام؟ لكن الاتريال تاك لا، دي فوكس طالعه من مكان ما في الاتريوم. كويس؟ كويس. حتى لو هتوصل توت وان المفروض تبقى حاجه منتظمه. لكن ما ينفعش تبقى ملهاش علاقه بالهس. لو فيها سايكل لينث تشينج يبقى السايكل لينث تشينج هتحصل في الاتريوم بعد كده تبان في الهس. فالاي اي والدرايف اتش اتش
دكتور ادم عايز اقول لحضرتك حاجه تقول لي انا فاهم صح ولا غلط. اتفضل يا فندم. غلط ليه؟ ليها اثنين سلو باث ويز ولا لا 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 آه. لا دي بره الموضوع خالص. دي مش سلو سلو لا لا بره السيركت. الكلام ده بتتكلم على حاجه جوه انا ماليش دعوه بالسيركت بتاعتي. انا السيركت موجوده على مستوى الايفي جنكشن وتوصيلها للاتريوم فاريبل كوندكشن ما بين السيركت والاتريوم. تمام بس كده هو ده التفسير. تمام يعني حضرتك عايز تقول ان السلو والفاست في كونكشن. تاني كده يا باشا يعني في كونكشن بين السلو والفاست باث ويز ليفي جنكشن. كل حاجه فيها كونكشن بين السلو والفاست باث واي. عشان كده انا اصلا عشان كده التوصيل للاتريوم فاريبل بالظبط لان السيركت بص قاعده كده لا الاتريوم ولا الفنتريكل جزء من السيركت بتاع الاي في ان ار تي. تمام الاتريوم تاكيكارديا مش سيركت بس اي في نودال اندبندنت معتمد على الاتريوم فلازم الاتريوم يكون متحكم في التاكيكارديا ما ينفعش يكون ديسوشيتد منها. ممكن يبقى الفنتريكل يكون ديسوشيتد منها لكن الاتريوم لازم يدومينيت التاكيكارديا. حلو الاي في ار تي ما فيهاش ديسوشيشن خالص. الفي تي هنا انلايكلي لان هي نارو كومبلكس ولان فيها بوزيتيف اتش في والفي تي الوحيده اللي فيها بوزيتيف اتش في البي بي ار تي باندل برانشال انترنت في تي وبتكون وايد كومبلكس في عيان مايوباثيك ونفس شكل السيرفيس اي سي جي بتاع التاكيكارديا زي الريستنج اي سي جي بس كده. يعني ايه بوزيتيف اتش في بس سوري يعني ايه بوزيتيف اتش في؟ يعني لو رجعنا للرسمه بص دكتور ريمون الاتش في هنا اثناء التاكيكارديا اخبارها ايه؟ راجل رسم لك حس اهو ثابت ثابت بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يعني تسبق الكومبلكس ولا مش تسبق لا ولا لا تسبقه؟ تسبقه يبقى دي بوزيتيف اتش في بوزيتيف اتش في. تمام يبقى حاجه جايه من فوق. الموضوع ده له سنجل اكسبشن. تمام انا هستاذن حضراتكم جالي تليفون مهم دقيقه وارد عليه هسيب لكم النكست كويشن فكروا فيه. تمام معاك في النبطشيه عمار موجود ولا مش موجود؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا باسم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور محمد. متاسف يا جماعه. اتفضل يا فندم. يعني ذا موست لايكلي ميكانيزم في الريزمي تمام. هو الراجل حاطط لك ايه دكتور اسامه؟ بيحب السؤال ده قوي. تمام يا باشا دكتور محمد. سؤال بس معلش بالنسبه للكيس اللي فاتت، هو الاتريال تاكيكارديا بتبقى الاي اي كونستانت؟ يعني نفرقها في الديفرنشال دياجنوز ان الاي اي تايم بتبقى ثابته ولا ايه؟ لا مش لازم افرقها. حاجه كده دكتور اسامه اتفضل يا فندم. ان الاي اي تشينج والبريدكت اتش اتش تشينج، يعني هلاقي الاي اي لما يتغير الاتش اتش يتغير بس بعد منها، بعرف ان الدرايفر بتاع التاكيكارديا هو الاتريوم. اذا اتريال تاكيكارديا تمام. وما لم يتحقق هنا لان الاي اي قاعده تتغير والاتش اتش ثابت، يبقى الاتريوم بكده ده بينفي ان هي تكون اتريال تاكيكارديا. كده ده ينفي ان هي اتريال تاكيكارديا. الله ينور عليك. تمام يا بيه. تمام ماشي ماشي. What is the most likely mechanism of this arrhythmia؟ في تاك. تمام انت شايف ايه يا دكتور اسامة؟ واحدة واحدة كده. في dissociation ده ايه؟ ده intracardiac ولا surface ECG؟ ده ECG. حلو. نارو ولا وايد؟ وايد. ليفت باندل. مين معايا دكتور اسامه؟ اه يا فندم حضرتك بقول لحضرتك وايد في ليفت باندل مورفولوجي. تمام. طب انت حاسس ان المورفولوجي ثابت في كل الليدز؟ لا لا، في الاول اللي من على الاول اربع خمس ضربات وايد وبعدين دي النارو. تمام. يبقى وهو ليفت باندل مورفولوجي على ما اعتقد. اه ليفت باندل مورفولوجي في والليفت باندل دي راح لما لقي التاكي كارديا فيها ليفت باندل وراحت، افكر في ايه؟ او اي تاكي كارديا فيها ليفت باندل تيبيكال ليفت باندل مورفولوجي، ايه اللي بفكر فيه؟ حاجه بسيطه جدا. اكسسوري؟ لا خالص، ولا اكسسوري ولا بتاع. ان في ابيرنس. اه في اس في دي وذ ابيرنس. ايه انت شايف ان فيها في ايه؟ مين اللي قال فيها في ايه ديسوسيشن؟ دكتور اسامه ولا مين؟ اه يا باشا معايا حضرتك بقول لك في ليه قلت كده؟ ليه قلت ان فيها ديسوسيشن؟ في هات باينه ايه ولا في ولا كل اقول لك على حاجه ظريفه. بص على ليد اي في ال، كل في بعدها ايه في الاول؟ في اول اربع ضربات. لا وانا يا عم انا مش انترا كاردياك يا عم، انا سيرفيس اي سي جي. كل اربع ده بي، كل اربع ده بي. حلو قوي. اذا ده ما فيهوش في ديسوسيشن مبدئيا كده. الارقام دي يا دكتور اسامه 200 وال 145 دي بتاعت التكاكارديا سايكل لينس. لا ال 200 وال 145 في ايه؟ بتاعت الار بي. اه اللي هي الار بي او التكارد او الفي اي التكاكارديا سايكل لينس مكتوبه تحت. ايوه تحت 320 270. الله ينور عليك. والله يعني انا عاوز اقول ان هي لما كانت ليفت باندل كانت سلوور زان النارو، لما كانت وايت كومبلكس كانت سلوور زان النارو كومبلكس. ودي حاجه منطقيه دكتور جلال؟ ما هي منطقيه. ما لما التاكيكارديا بتسرع بتخش في ابيرنسي. اه لكن لو كان العكس نفكر في الاكسسوري. لو كان العكس افكر في الاكسسوري. واتس كولد ذا كوملز لو. تمام تمام. يبقى ده اي في ار تي يوزنج ليفت سايدد باي باس تراك. تعال بقى نراجع الكوملز لو. يحب يعلق على الرسمه دي؟ دي برضو دكتور احمد توفيق كان اتكلم عليها المره اللي فاتت. ده كتره هو ليفت لاترال اكسسوري باسوي. حلو قوي. فلما بينزل عن طريق الرايت باندل بيبقى فيه ليفت باندل برانش بلوك، بيبقى السايكل لينس اطول. بالظبط كده. الرسمه اللي هي ناحيه اليمين يا دكتور كورنوس ده ليفت، ده اي في ار تي ليفت لاترال تقليدي جدا. كويس؟ اه كويس. ايه اللي حصل؟ حصل ليفت باندل برانش بلوك.
فالسيركت بتاع حضرتك كبرت اضطرت الكهرباء او الامبلس تمشي في الرايت باندل وترجع من الار في للال في عن طريق الترانسبتال ماسل كوندكشن لحد ما وصلت للانسرشن بتاعه الاكسسوري ورجعت تاني والسيركت كملت. فلما بيحصل ليفت برانش بلوك او باندل برانش بلوك على نفس مكان الاكسسوري الفي اي السيركت بتكبر. طب بتكبر ليه؟ عشان الفي اي تايم زاد. طيب هو الفكره بقى ان حصل الرسم ده العكس. هو الاول كان في رايت كان في ليفت باندل برانش بلوك وكانت التايكل سايد اللينس 320 وبعد رجعت اشتغلت وبقت التايكل سايد السايكل لينس بقت 270 وعشان كده برضو حصل نارور كومبلكس. لا مش العكس ده زي دي بالظبط. وهو ده المنطقي زي دي بالظبط. ليفت باندل برانش بلوك وبعد كده رجعت اشتغلت صح. احنا بدينا اهو من الشمال لليمين صح كده بالظبط. انا كان قصدي ان هي المفروض مع الريت بيحصل ان الريت ديبندنت ان اللي يحصل ليفت باند برانش ولا هي بس كانت دي السكه وبعدين مع الريت العالي الليفت باند الريت العالي الريت العالي بيحصل معاه ابيرنسي. دي حاجه عامه في اي حاجه في التاك كارديس ان شاء الله سينا ستيك كويس. لكن في الحاله دي كون ان الباندل بتكون ابطا من عدم وجود الباندل معنى كده ان انا عندي اكسسوري باثوي على نفس مكان البندل اللي حصل فيها بلوك. تمام. هو اللي انا فاهمه يا محمد هو انا فاهمه بس في القصه دي ان الليفت بندل ده اوكيجنال ملوش علاقه بالاكسسوري باثوي صح؟ يعني ايه؟ انا مش فاهم. هو ايوه حصل ليفت بندل ملوش علاقه بالاكسسوري باثوي كوينسيدنس ماشي كوينسيدنس في سبب تاني حصل ليفت باندل وانا عندي اكسسوري باثوي فحصل السايكل لينس طول اما الليفت باندل انترميتنت مثلا الليفت باندل راحت فرجعنا للكوندكشن العادي فالسايكل لينس قلت صح كده بالظبط كده بالظبط كده. طب التاكي كارديا سايكل لينس زادت ليه؟ هتنزل في الرايت هو اما التاكي سايكل لينس انا هنزل في الار في ايبكس وهلف انا نازل في تمام بعيد في المصل الكوندكشن حلو قوي متفقين. يبقى زادت نتيجه ان الفي اي تايم زاد اما الاي في تايم ممكن ما يختلفش وما يتغيرش. اما الاي في تايم اللي هي الفي اي ملهاش دعوه بالظبط. ده الفي اي لما تطول ممكن بارادوكسيكالي تخلي الاي في يقصر والكاونتر بالانس الحكايه دي وممكن تخلي التكارد سايكل لينس ما تتغيرش قوي. اذا الصح ان انا اقيس الفي اي تايم وليس التكارد سايكل لينس. تمام. واحد اثنين والصح ان انا ما اقيسش اللوكال في اي تايم لان اللوكال في اي تايم اللي على استارت السي اس اللي هنا ده ممكن ما يختلفش انه بيعبر عن الكوندكشن اكروس الحته دي بس لكن المفروض اشوف الكوندكشن الفي اي تايم من السيرفيس اي سي جي اللي هو بدايه اي فنتريكولر اكتيفيشن في الهارت. تمام. فالفي اي تايم هيشوف لي من اول الار في ايبكس لحد الاتريوم. تمام. لكن انا لو قست اللوكال طب ما اللوكال هنا ممكن ما يختلفش فلازم حضرتك ما تعتمدش على التاك كارد سايكل لينث تعتمد على الفي اي تايم والفي اي تايم لازم تشوفها على السيرفيس اي سي جي من السيرفيس اي سي جي لحد الاتريوم بتاعتك وتقارن على نفس السي اس او لنفس اللي التشانل اللي بتعبر على الاتريوم ما تقارنش في حاجات مختلفه. برولونجيشن اوف ذا في اي تايم وذ باندل برانش بلوك ابسيلاترال تو ذا اكسسوري باث واي از بروف اوف اتس بارتيسيبيشن ان اورثودرومك ري انترنت تاكيكارديا او اي في ار تي. تاكيكارديا سايكل لينس داز نوت نيسيسرلي برولونج ان كونسرت وذ ذا في اي برولونجيشن due to change in the AH interval. تمام. واحنا هنا بنتكلم لازم نقيس من السيرفيس اس جي لو حضرتك قست اللوكال ممكن ما يبانش قوي الفرق والموضوع ده يبان اكتر في الفري وول لما الاورثودرومك اي في ار تي مع فري وول في نفس مكان البندل اللي هي الابسيلاترال بندل بتزود الفي اي تايم اكتر من او يساوي 35 مللي سكند اما لو سبت الباث واي بيبقى التشينج اقل من او يساوي 25 مللي سكند. اتفقنا شباب؟ تمام يا باشا تمام كده تمام.
تمام يا زعيم؟ تمام. ماشي. ايه رايك بقى يا دكتور نوفل؟ What this basic maneuver demonstrate؟ هناخد الاختيارات ونرجع تاني للفيجر. Conduction over left lateral accessory pathway ولا over septal accessory pathway ولا AV node ولا cannot be determined due to atrial capture. وانت شايف ايه اصلا؟ هو انا شايف ان هو basing من الـ RV وبعدين هو بيقيد جنب ده حصل ايه جنب؟ تمام. ده AV node. اول حاجة دكتور نوفل احنا عاملين بيسنج من استارت ابليشن وانا مش عارف دي مكانها لا مش من على حسب مكانها باش احنا في ايه ماشيين في ايه فده مش اتريال بيسنج حلو فالجنب دي معلومة مش صحيحة كويس حضرتك احنا بنبيس من استارت الابليشن اللي انا مش عارف هي محطوطه فين اتفقنا تمام حلو قوي السيرفيس اس جي اخباره ايه ده منظر بيسنج منين لا ار في اكس شكله ار في بيسنج شكله ليفت باند ار في بيز ار في بيز ما ار في بيسنج ممتاز اتفقنا ار في او تي حلو تمام ار في بيز او ار في او تي اتفقنا انت شايف ايه ايه رايك في الكومبلكس ده وايد كومبلكس شبه بعض ولا في اختلاف ما بين الاثنين لا هم مختلفين ايه الاختلاف اللي ما بينهم الاكسس مختلف ولا زي بعض الاكسس يعتبر شبه بعض بس هو الفرق ما بين النوتش اللي في 6 ودي 2 يعني ار اس كانت مش اختلاف في الاكسس يا دكتور نوفل ده مش اكسس لا في ار اس ويتس ايوه اختلاف في الويتس الاكسس زي ما هو ايه المانوفر اللي بلاقي فيها بيست كيو ار اس تمام فنتريكولار بيسنج نارو وايد وبقارن ما بينهم مين الاكسترا ستيمولس الديفرنشال بيزنج هنا مفيش اكسترا ستيمولس يا دكتور جلال يعني ده عادي ده بس انت مش شايف ترين عشان تقول ان ده اكسترا لان الضربه الثانيه انت مش عارف تقيس حتى السايكل لينث بتاعها ولو ان يبدو ان كلهم نفس السايكل لينث شكلهم قد بعض تقريبا يعني ده ديفرنشال ار في بيزنج يعني الديفرنشال ار في بيسنج لازم الاكسس يختلف لان انا مره ببيس من الايبكس ومره ببيس من البيس او الار في او تي بحس ان دي فيوجن حسيان بيسنج ده بره حسيان بيسنج صح احنا عارفين البارهيسيان بيسنج يا جماعه ولا مش عارفينه ولا نشرحه الاول قبل ما نقول الاسئله انا عليه تو اكزامبلز تمام هو كده كان بص يا دكتور دفر انا بحط قسطره هس كويس وبحاول اجيب حاجه زي الرايت باند البوتنشال احاول اصغر الايل على قسطره الهس واعمل بيسنج منها تمام وابتدي اغير الامبليتيود بتاعي ابتدي بامبليتيود عالي او هاي اوتبوت وانزل بيه الهاي اوتبوت احنا عارفين كويس قوي ان الهيس دي حواليها فايبر ستيشو سليف فعشان اعمل لها كابتشر انا محتاج اوتبوت عالي فانا مع الهاي اوتبوت انا ممكن اكابتشر الهيس مع الار في كويس وكل ما انزل بالاوتبوت مش هعرف اكابتشر الهيس فهكابتشر الار في لوحده فالكومبلكس اللي كان عباره عن فيوجن بيت ما بين الهيس اكتيفيشن والفنتريكولار اكتيفيشن تمام وهي على فكره شبه الدلتا ويف شويه هتلاقيه بعد كده هيكبر ويبقى منظر بيست ار في وبرده بشوف الفي اي تايم او الستيم تو اي تايم ما بين النارو كومبلكس والوايدر كومبلكس تمام تمام النارو كومبلكس اللي انا بكابشر فيه الهيس
سكتي قريبه ولا بعيده للاتريوم؟ اللي بكابشر فيه الهيس سكتي قريبه، ان انا بكابشر الهيس دايركتلي مع الفنتريكل هيحصل ريتروجريد زي ما حضرتك شايف في الرسمه اللي انا حاططها دي على طول، فالتايم ده هيبقى قصير. اما لما الاوتبوت يقل والكومبلكس يبقى وايد انا مش هعرف ابنتريت الهيس، انا مضطر انزل لحد الديستال رامفيكيشن بتاع الرايت باندل وارجع ريتروجريد في الرايت باندل الهيس، فاخد وقت اطول. تمام؟ تمام. الكلام ده لما اكون راجع في الاي في نود او في الهيس، لكن لو انا راجع في اكسسوري باث واي ايه اللي هيحصل يا دكتور نوفل؟ لو راجع في اكسسوري باث واي هيبقى اقل. لا لو راجع في اكسسوري باث واي ات ويل نوت ديفر، مش هيتغير، مش هيتغير ما بين الهيس. لا لا طريق تاني هتلعب، تلعب في الاوتبوت يا عم. انا اساسا جنب جنب الفنتريكولار انسرشن بتاع التاني، فانا عايز اكابشر فنتريكولار مايوكارديوم وخلاص. كابشرت هيس ما كابشرتش مش فارق معايا، لان كده كده الاكسسوري باث واي بيوصل في ايه تايم بالظبط. So if it cares about his, it will return in his. بعضة بسيطة كده زي الابكس اطول اكسسوري في الديفرنشال دي كانومونيك يعني. تمام. انا الهيس كابشر فرق معايا، انا الهيس كابشر ما فرقش معايا، يبقى انا راجع يا عم في سكة تانية مش فرق معايا اصلا. زي ما هو باين لحضرتك في الرسمة، الرسمة اللي هي ناحية اليمين اهو، عندك هاي اوتبوت ولو اوتبوت، انت جنب الانسرشن وراجع دايركت بدون اي قلق. اه ممكن انا كابشر الهيس برضه بالريترو جريد والكلام ده وابقى راجع في، بس مش مشكله انا مين اللي راجع في الاكسسوري. لكن هنا لا فرق التايم اهو، هنا شايف عامل ازاي، والتايم الثاني محتاج الف لحد الانسرشن الديستال رامفيكيشن بتاع الرايت باندل وارجع فيه. واضحه كده ولا مش واضحه يا جماعه؟ واضح يا باشا. هو غالبا اللي فات ده برا هيسيان بيسنج ونو اكسسوري باث واي. سيبك من الاختيار دلوقتي، هنرجع للسؤال تاني. ما انا مش شايف ثواني يا دكتور نوفل، بعد اذنك. استارت هيس موجوده بحاول اغير احركها واخلي الاي على الاي الاي اتش في، احاول اخليها اتش في او الاي صغيره خالص. لاحسن لو كبشرت الاتريوم دايركت اخش في بيت فول مهم. ليه؟ لان انا لو كبشرت الاتريوم دايركت يبقى الاتريال اكتيفيشن هنا لم ينتج عن ريتروجريد كوندكشن، بل نتج عن سيمالتينيوس اتريال كابشر. ده يضرب لك المانوفر في مقتل ويخليك ما تستفدش منها. ببتدي بهاي اوتبوت، يعني ببتدي على 20 فولت وانزل بيه بشكل جرادوال لحد ما الاقي الكومبلكس بقى وايد، ومن هنا اوقف واقيس. وهنا دي الفكره اللي قلناها، النودال ريسبونس والاكسترا نودال ريسبونس ستيم تو اي تايم. لو لونجر وذ ذا وايت كومبلكس، عشان انا مضطر انزل لتحت، ده تكرار الرسمه اللي فاتت، يبقى نودال ريسبونس الاكسترا نودال ان تشينجد اس اي تايم. وده السكيم او الالجوريثم فور انتربريتيشن. انا بعمل هاي اند لو اوت بوت بيسنج فاسترت هيس محطوطه بشكل معين. لو الاوت بوت عالي المفروض يخلي الكومبلكس بتاعي نارو، هنزل بالاوت بوت جرادولي لحد ما يبقى وايد. نارو يعني في فنتريكولار كابشر وهيس كابشر، وايد معنى كده ان انا مش عارف اخترق الفايبروستيشوس ليف اللي حوالين الهيس، فاذا هنا في ايه؟ في فنتريكولار كابشر اونلي. ابص على الاتريال اكتيفيشن سيكونس، الريتروجريد بتاع الايرليست فين؟ لو لقيت الريتروجريد اكتيفيشن بتاعي اتغير، معنى كده ان انا حصل فيوجن، حصل ريتروجريد فيوجن، يعني في باث واي موجود. لازم الاتريال اكتيفيشن سيكونس يكون انشينجد، واغلب الامثله هتلاقيها كده، لان يعني الحاجه الثانيه دي شويه تلمع يعني فيها تفاصيل كتيره بدون داعي. الاتريال اكتيفيشن سيكونس ثابت، وافتكر ان المانوفرز دي بستخدمها عشان اكسكلود سيبتال اكسسوري، فعاده هتلاقي الايرلست ريتروجريد عند الهس او سي اس 9 و10. لو الاس اي او الفي اي انشينجد اي دونت كير اباوت هس، انا ليا سكتي المستقله، يبقى انا اكسسوري. لو لونجر وذ وايت كومبلكس، ان انا مع الوايد مضطر اكابشر الهس من عند الديستال رامفيكيشن برايت باندل، يبقى انا راجع في الاي في نود. واضحه يا جماعه ولا مش واضحه؟ دكاتره هي واضحه. انا الاكتيفيشن يعني الفي تو هس الكومبلكس اتغير،
نارو بقى وايد ده ال معلوه ملو امبليتيود تمام. ماشي نقطه بقى الاكتيفيشن سيكونس بتاع الاتريوم انساها انساها انا مش 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 ده يعني مش 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 حاول مش عارف انساها انساها لان انت مش هتفهمها الا لو عليها اكزامبل من الاخر. طيب تمام ماشي حلو فورجيت ات اوكي. نرجع للسؤال بقى بتاعك. هما النقطتين يا دكتور محمد اللي بيجوا اللي بيجوا في الاسئله عاده نارو بقت وايد والاستمتو ايه زادت ولا ما زادتش؟ شكرا الله ينور عليك. دي الفكره اللي هي البسيطه للبارهيسيا بيسك. سيبك من التفاصيل الثانيه دي. طيب هي هنا كانت نارو بقت وايد وال واستمتو في زادت. استمتو في ولا استمتو ايه؟ استمتو ايه استمتو ايه قصدي استمتو ايه زادت. طب دي معناها ايه يا دكتور نوفل؟ كده نودال كوندكشن. ممتاز ممتاز يا باشا. ايه رايك في هنا بقى دكتور نوفل؟ احنا هنا نفس في نارو وفي وايد. نارو وايد والاستمتو ايه اخبارها ايه؟ ثابته ولا اتغيرت؟ الاستمتو ايه؟ لا ثابته تقريبا. اكيد بص على سي اس بروكسيمال. لا اتغيرت ده اتغيرت بشكل سيجنيفيكانت. اذا احنا راجعين فين؟ راجعين في النود ايه في النود. تمام موافقين يا جماعه؟ هنا بقى الاكتيفيشن سيكونس اتغير برضو. يا عم انسى انت الاكتيفيشن سيكونس معلش اي اكزامبل. طيب خلاص تمام انساها انا غلطان اللي انا قلتها. دكتور جلال ايه رايك؟ وافق ان ده نودل ريسبونس ولا اكسترا نودل؟ هو باين انها نودل بس حاسس ان فيها فخ مش عارف ليه. ده ريتروجريد كوندكشن اوفر ذا ايفي نود ولا اوفر باي باس تراكت اكسسوار باث واي يعني ولا اوفر تو باي باس تراكت ولا كان نوت بي ديترمند؟ يرجع دي مهمه الحته دي مهمه. اعتقد كانوت بي ديترمند يا دكتور محمد. ليه يا دكتور احمد؟ انا شايف اتريال كابشر في الاثنين افندم. شايف اتريال كابشر في دي وفي دي سيمالتينيوس اتريال كابشر. هي مش قسطره الهس قسطره الهس بتقرا ايه؟ سيبك الباراهيسيان بيسك لما انت بتحط قسطره عند الهس ايه البوتنشلز اللي بتتقرا عليها؟ تقرا الاتش انا تقرا ممتاز اي اتش في متفقين. اذا لما بقيس منها ممكن اكابشر الاي لوحدها ممكن اكابشر الفي لوحدها وممكن اكابشر الهس لوحدها على فكره وممكن اكابشر الاي مع الهس ممكن اكابشر الاتش مع الفي ممكن اكابشر الفي لوحدها. دي الاحتمالات الموجوده. الاسامشن عشان اقارن في الباراهيسيان انا عايز اكابشر الهس مع الفي وادي حضرتك نارو كومبلكس بعد كده انزل بالاوتبوت لحد ما اكابشر الفي لوحدها وديك وايد كومبلكس. انا هنا كبشرت الايه الاولانيه كبشرت الاف دي ايه. طب انا عرفت منين ان انا كبشرت الايه؟ ان الهاي رايت كلامك صح كان نوت بي ديترمند. انا متفق معاك صح. عرفت منين بقى يا دكتور جلال؟ الهاي رايت اترم عليها ايه بعد الاستيم على طول بعدها. طب ما ثانيه واحده. طب ما بعدها في الثانيه مش قبل منها تمام وهنا بعدها برضو هو مش جايب هايلايت لا ما جايب هايلايت اترم برضو بعدها مش قبلها هنا كده بعدها يبقى مش ده اللي فرق. متهيألي المفروض هي تبقى اول واحده ايرليست اتريال اكتيفيشن. هي ايرليست لا في الاكزامبل الثانيه مش ايرليست. ماشي وجهه نظر بس مش ده المهم. ان انا لو عندي اسمه ايه ده باثوي تاني مثلا ريترو جريد على الرايت سايد ممكن يبين لي اللي انت قلته ده
صح يا دكتور ريمون؟ هيبين برضو بس هيبين الايرليست اتريال اكتيفيشن على هاي رايت اتريال. صح صح حلو. بس انا في الحالة دي انا ما بستخدمش المانوفر للكلام ده، وده الاحتمال اللي انت قلته. يعني لو مشيت على نظريتك يا ريمون هيبقى اختيارك نمرة سي اللي هو ريتروجريد كوندكشن اوفر تو باي باس تراكت. طب ينفع الرسمه اللي هي ناحيه الشمال يكون ريتروجريد كوندكشن على رايت سايد باي باس تراكت، ينفع ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش. ليه؟ ما هو الايرليست على هاي رايت اتريم زي ما انت بتقول. بس عشان حسب رايت باندل ما ينفعش. لا ينفع رايت باندل. مش مفيش رايت باندل لا أصلاً. عشان كلهم كوينسايدنج يا دكتور ادم. الاتريال اكتيفيشن كلهم كوينسايد. يعني ايه كوينسايدنج؟ يعني كلهم سيمالتينيس مفيش. ممتاز انت قربت عشان ده دايركت اتريال كابشر. دايركت اتريال كابشر بعمل لي اكسكلوجن بستيم تو اي على هاي رايت اتريم وسي اس 9 و10 اقل من قيم معينه. اهو اتريال اكتيفيشن within 40 ملي سكند فروم ذا ستيمولس such a short conduction time اللي هو اقل من 70 على الهاي رايت اتريم واقل من 60 على الديستال سي اس unlikely to be retrograde activation. If the atrial activation occurs over the AV node or even a septal pathway, the atrium is directly activated directly due to high output pacing, rendering the maneuver is uninterpretable. Maneuver should be repeated after catheter repositioning or decreasing the pacing output. واضح يا جماعة الكلام؟ ببساطة كده أنا ببص الستيم تو A وبقارن زي ما دكتور جلال قال لنا نارو وايد والكلام ده، بس عندي بيت فول لازم ستيم تو A تكون أكتر من 70 على الهاي رايت اتريم وأكتر من 60 على السي اس 9 و10. لو أقل منهم ممكن تكون دي دايركت اتريال كابشر وأنا مش واخد بالي وتخليني كاذبا. يعني ايه؟ انا ممكن على الهاي اوتبوت كابشرت الاتريم فمديك شورت ستيم تو اي، على اللو اوتبوت ما اقعدش بكابشر الاتريم تمام؟ بقى في ريتروجريد عادي فيديك لونج ستيم تو اي. فانت كاذبا تقول ايه؟ ده راجع في الايفي نود. لا يا عم ده اكسسوري، بس انت في اول مره كابشرت الاتريم غلط فاداك الانطباع الكاذب ده فخلى الكونكلوجن اللي انت خدته غلط. عشان كده يقول لك في الحاله دي قلل الاوتبوت او حرك استارتك بتاعت الهس ما تخليهاش تقرا اتريال بوتنشال كبير، حركها كلوك وايز كده زي ما تكون بتجيب رايت باندل بحيث تقلل الاي اللي على الاستارت الهس. ده اللي هو قايله وده البيت فول بتاع المانوفر دي. يبقى انا خلاصه لازم الستيم تو اي يكون اكتر من كده بالظبط، اكتر من 60 70 ملي سكند، ودي اشهر بيت فول للبارا هيزيا بيس. سيبك من الاثنين التانيين، دي بيت فول مشهوره جدا. طب انا هنا شعرفني ان هي ستيم تو ايه اقل من يا عم انت عندك مقياس اهو، عندك فوق حاطط لك المربع الصغير ب 100 ملي سكند، انت دي اكيد اكيد نص المربع دي بتاع 50 ولا 40 ملي سكند. فاذا دكتوره مرفت، دكتوره مرفت احنا هنا ما بتجيبش الحاجات دي في الفيرست والسكند. ما اعرفش يا باشا والله، هي دي اسئله من الكتب الريكومندد اللي هو اللي بتجيب اللي هو النار والوايد والستيم تو ايه، لكن دايركت اتر كابشر دي حاجه صعبه. انت شايف اللي انت شايفه يا دكتور جلال نفس معلومه جميله. انا مالي عامل الكلام ده، احنا بنتناقش. بس احنا برضه ما كناش اتكلمنا عليه، يعني احنا في المره ما اتكلمنا في الريفيجن بتاع الدياجنوستيك ابروتش بتاع الاس في تي الوقت عدى ولا اتكلمنا على الباراهيسيان ولا الديفرنشال. احنا وقفنا على الباراهيسيان قصد لا يعني بتكلم على المره دي، قصد في الريفيجن ان احنا نقولهم بشكل سريع كده غير بقيه الحاجات اللي هي بتبقى بنعدي عليها بسرعه. تمام؟ حاجه سهله بقى. What is the most likely mechanism of this SVT؟ الفنتركل اوفر درايف بيسنج بقى اللي انتم بتحبوه. دكتور نوفل. دكتور بولا. نوفل موجود يا دكتور ادم. طب بقول انت. معاك يا ريس.
احنا هنا برضه ايه انت شايف ايه يا دكتور بولا؟ هو احنا هنا في الاول الاي سي جي احنا عندنا السيرفيس اي سي جي وبعدين 9 و10 كورونا ساينوس الار في والابليشن سايد تحت دي اول نقطه الابليش غالبا كان في بيسنج من الار في تمام ده جزء بعد كده بعد الابليشن اللي من الار في احنا عندنا كان ال مدينا من 9 و10 اسبق حاجه ادي واحد ادي اتنين ادي دول اتنين كان تاكوكارديا سايكل لينس على 330 وبعدين بقى لما هو وقف انت معاك الدكتور ادم قول لي بس لو بغلط عشان ما نكونش بنقوله خلاص يا باشا اتفضل يا باشا هو في بي في زيز كده في النص بعد ال فعلا فيها بي في زيز في النص ادي دي حاجة تانية احنا هنا ال يعتبر بي اي اي في اكيد لا ما فيش حاجة اكيد لا طبعا المقصود يعني هو انت ايه خطواتك في في في, في انك تترجم فينتريكل اوفر درايف بي سي احنا هنا ان هو كابشر وان هو هنا بي سي كابشر اكسلريشن كونتينويشن تمام هو هنا كابشر واكسلريشن و كونتينويشن بقى وبعدين احنا عملنا فينتريكل اوفر درايف بي سي اهم حاجه تشوفها ايه بقى يا دكتور بولا الريسبونس اكسلريتد اي تو ذا بيسنج ريت اللاست اكسلريتد اي تو ذا بيسنج ريت او اللاست انترند اي خلينا نقول لي عليها كده فين اللي هي ولا تاني ايه انت عندك 2 ايه في النص 2 ايه في النص انا اول ما الاقي في اي اي في لازم اكسكلود ان انا تكون سودو في اي اي في وهكذا نروح بس خلينا في النوع المشهور فين اللاست اكسلريتد اي تو ذا بيسنج ريت هو احنا بنبيس على كام 330 حلو الاي ايه اللي في النص مسافتهم كام من بعض 330 يبقى تاني واحده ولا اول واحده هم اللاست اكسلريتد اي تو ذا بيسنج ريت تاني واحده يبقى اذا البوست بيسنج سيكونس هنا ده في اي في ولا في اي اي في في اي في قول يا دكتور بول ما هو هو نوفل بيقول في اي في ده راي نوفل مش رايه انا اقول على اساس يا دكتور ادم عشان لاست اكسلريتد يعني ماشي هو هنا في يعتبر انا حاسس انها في اي في حاسس بناء على ايه؟ ما الريسبونسر قدامي في اي اي في في اي ولا في اي اي في؟ لا ما هاكلها لي انا مش عشان لا انت لسه احنا مش احنا بنبص يا بولا على اللاست اكسلريتد اي تو ذا بيسنج ريت هي اللاست اكسلريتد ايه اللي هي تاني واحده تاني واحده ايه اللي في النص قد البيسنج سايكل لينث اللي انت بتبيس عليه تمام خلاص يبقى دي في اي في اكملناها 2 في 2 اي في النص فبنسميها سودو في اي اي في اي في تمام تمام اذا المعلومه دي اطلع منها بحاجه واحده ايه ان مش اف ان ار تي مش اف ار تي غلط ان مش اترال تاكيكاردي مش اترال تاكيكاردي عشان مش في اي في اترال تاكيكاردي بتديك ترو في اي في دي في اي في يبقى مش اترى التكارد تاني مرحله بص على ايه اشوف بقى ال في اي هنا ال في اي واشوف كمان التكارد سايكل لينس البي بي اي انترفال حلو هو الراجل قايلها لك في الاخر 350 349 تمام طب انت حاطط لك هنا البي بي اي ولا مش قايسها البي بي اي كاتب القياس الرسمي فوق المربع الصغير اللي تحت ده اللي هو ما بين شرطتين كبار ب 100 مللي سكند فهنا 1 2 3 4 5 دول 500 مللي سكند
ماينس التاكي كارديا سايكل لينف اللي هي 350، خلينا مسهلين بقينا 150 ملي سكند. يبقى اف ان ار تي، يبقى اف ان ار تي غالب اكتر من تيبيكال ولا اتيبيكال اف ان ار تي؟ دي ما بينهم ازاي بطريقه بسيطه جدا. ال في 8 ريليشن، ريليشن ولا تايم؟ يعني تايم، يعني اصل في ريليشن دي حاجه مختلفه. ممكن اكون بعبر على الاتريال اكتيفيشن سيكونس، ممكن اكون بعبر على حاجات تانية، لكن الفي اي تايم خلينا نقول السبتال في اي تايم عشان نبقى عندنا دقه. هو انت يا بولا لما بتلاقي تيبيكال اي في ان ار تي بتلاقي الاي والفي بعاد عن بعض كده ولا راكبين على بعض ببساطه؟ يعني راكبين على بعض، عشان كده دي تيبيكال اي في ان ار تي. حلو تمام. يبقى انا المانوفر دي لقيت البوست بيسنج سيكونس عملت اكسكلوجن للاتريال تاكيكارديا، لقيت لونج بي بي اي ماينس تاكيكارديا سايكل لينث عملت اكسكلوجن للاي في ار تي، ومن الاوبزرفيشن شكل التاكيكارديا قلت ان دي اتيبيكال وليس تيبيكال اي في ان ار تي. تمام، وده الجاستيفيكيشن بتاع كل حاجه ازاي. تمام دكتور جلال، ما حضرتك يا باشا اتفضل. ده باراهيسيان بيسنج يا دكتور احمد. تمام، ده نودر ريسبونس ولا اكسترا نودر ريسبونس، او ايه رايك في اللي انت شايفه؟ بص في الرسم، هديك التشويسز وبعد كده نرجع للرسم. ماشي، اكسترا نودر ريسبونس ولا دايركت كابشر للرايت باندل برانش ولا نودل ريسبونس ولا نان اوف اباف؟ وانا عندي اول ثلاثه كومبلكسز نار والرابعه هي اللي وايد. ايش تمام، الستيم تو ايه طولت في الثلاثه الاولانيين عن الاخيره، بس هي الستيم تو ايه اساسا مش ايكوال في كل البلسز، يعني في الثانيه غير الثالثه غير الرابعه. طب ده يشككك في ايه؟ ان انا جايب رايت بندل؟ لا حاجه سهله، ان القسطره مش ستيبل. مش ستيبل؟ قلت كده ليه؟ عشان بتغير المكان. لا هي كاتشر. مين اللي بيتغير يا ريمون؟ الاتريب ولا الفنتريكل؟ الفي تو ال 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 الستيم تو ايه؟ كويس. الانستابيليتي لو انا ما بيحصلش كابشر، لا انا عندي كونسيستنت كابشر وبكابشر على هاي اوتبوت ولو اوتبوت، في كابشر ستيم تو في على السيرفيس اي سي جي او ستيم تو كيو ار اس تقريبا ثابت، اذا في كونسيستنت كابشر. تمام، في ريتروجريد كونداكشن؟ ثواني يا باشا، في ريتروجريد كونداكشن ولا ما فيش؟ في ريتروجريد اكيد. تقصد ان الفي والاي ديسوشيتد يعني؟ بالظبط. لو بمجرد النظر كده يا دكتور جلال هتلاقي الاي اي انترفلز ثابته. يبقى الاتريوم ماشي مع نفسه ومفيش ريترو جريد كوندكشن. عاده انت حضرتك بتبيس على سرعه بطيئه. غالبا الموضوع ده هيتحل لما تسرع شويه البيسنج ريت، يعني تسيب مثلا بتبيس على 500 تمام؟ زي تقريبا هنا كده. لان هو برضو نظريه المربع اللي بقول لك عليه ده هنا، يعني انا لما ببيس على تقريبا هنا دكتور جلال ده بيبيس على 600 ملي سكند. تمام، فمفيش كابشر لان لان السبونتينيوس ريزم بتاع العيان اسرع من البيسنج سايكل لينف. المشكله دي تتحل انك بدل ما تبيس على 600 بيس على 500. انا كنت اقول يعني انا هي دي السوشيتد على 600 هو انا مسرع. بس هو واضح ان حضرتك حليتها ان الانترنسك نفسه هو اللي زياده عن البيسنج، مش بالظبط مش ايفي نود الريفراكتور يعني. لا 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 لا، ودي بنشوفها كتير يعني. ساعات تيجي يقول لك ايه ده ما بيكبشرش، انت واخد بالك؟ لا سرع عليه سرع عليه. محمد بعد اذنك
دكتور محمد بعد اذن حضرتك السؤال اللي قبل ده هو اللي هو زودو اي ريسبونس ايه ريسبونس ممكن حاجه تقولها لي بس مش ممكن تخليها في الاخر ماشي بيه. ماشي ماشي عشان ايه لو ما لحقناش نخلص يبقى على الاقل قلنا كل حاجه اوكي بس هنقولها مفيش مشكله خالص ده يمر 14 14 خليك فاكر يا دكتور اسامه ماشي ماشي حاجة سهلة هي بقى بالنسبة لأباطرة الكورونري الأسطرة الابليشن دي مكانها فين؟ دكتور كورولوس بقى ولا أنا دكتور آدم ماشي يا باشا شكلها في الليفت مين يا باشا في الليفت مين؟ ليه بس يا عم حرام عليك في الأورت الكسب هي في الـ أيهم تمام وطبعا أورت في أيهم أي كسب هو الفيو ده إيه؟ ده ايه بكريم ده ايه ده بي عادي ده لا بي ايه ازاي يا دكتور كلام او ايه اللي هو يعني كنا بتشش بص اول حاجه السباين لا السباين على شمال ما انا ببص بقى بي 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 يعني فاهم قصدي بالعكس بس ببساطه شديده الراجل كاتب لك بيقول لك ده ال او 22 وكده واحنا مصدقينه كويس مصدقين ان ده ال او 6 قال لكم مثال بسيط هو السي اس ده مظهر السي اس في اي فيو بس ال ال او ساده ده يبقى ليفت كورونري كاست بالظبط ما هو يبقى ليفت مين برضه يا باشا لا لا دي شكلها ابعد من كده دي شكلها بالظبط في الانجيجمنت بتاع الليفت مين لا لا الليفت مين هيبقى اعلى من كده تمام دي بقى رسمه ازاي ايدنتيفاي كاسب اناتومي طبعا الناس اللي هي بتشتغل كورونري هتلاقي الموضوع ده بالنسبه لهم سهل يعني الار اي او عاده بيميز انتيرو من بوستيرو فهتقدر تميز بسهوله ما بين الرايت كورونري كاسب والنون كورونري كاسب ال ال او هيميز لك بين الليفت والرايت كورونري كاسب وانت كده كده بتستخدم التو فيوز وتقلب ما بينهم عشان تحدد انت وذين اي كاسب اوكي واضحه يا جماعه تمام يا دكتور يعني هو عاده انا بدخل الليفت كورونري كاسب في الال او يا دكتور محمد الليفت ها عاده بتعتمد على الاثنين يعني بص يعني من الحاجات اللي عملتها احيانا ان انا بخش عادي بي اي وبدني القسطره واخش وابتدي الف بين الاثنين وهتبان لك بقى الال او بيميز لك الاثنين من بعض بصراحه ولما يجي ريكوي الهس من فوق ميكو في النون كورونري كاست النون بص يا دكتور احمد بتجيبها ازاي دي بص اخر مش دول عباره عن يعني 6 رسومات تمام بص على اخر رسمه تمام يا باشا اخر رسمه ناحيه الشمال شايفها ولا مش شايفها شايف قسطره الهس فين الهس اتش بي شايف شفت ده الكورونري كاسب فين يعتبر لازق فيها عند القبه بتاعتها كده بالظبط 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 يا باشا تمام نخش بقى ايه نطلع بره الحاجات الانتر كارد ناخد كام حاجه سهله كده احنا كده فاضل لنا بالظبط 3 كويستشنز وهنرجع للدكتور اسامه في الحاجه اللي كان عايز يسال فيها سوري يا دكتور اسامه عيان عنده 23 سنة وعنده رينالدين ريسبتور 2 ميوتيشن present with recurrent ventricular arrhythmias despite being treated with metoprolol succinate 100 ميلي جرام ديلي what is the most appropriate medication to add ايجوكسين ولا فليكالايد ولا اميدارون ولا دروني دارون ايه الديزيز اللي فيه رينودير ريسبتور 2 ميوتيشن يا جماعه سي بي في تي حلو ايه علاج السي بي في تي يا دكتور جلال اعتقد الفليكالايد هو اللي يمشي تمام ليه ده كلاس ده بيلعب على الصوديوم شانل بلوكر هل ده السبب انه بيلعب على الصوديوم شانل بلوكر ايه هيعمل حاجه تانية يعني ايه بقى بيعمل ايه بوتاسيوم شانل ايوه ادي بوتاسيوم تشانل بوتاسيوم تشانل بلوكر برضه الفليكالايد بوتاسيوم تشانل بلوكر بيشتغل على بوتاسيوم تشانل برضه لا ما بيشتغلش
اللي بيعمل كده ممكن الكلاس 1 ايه دمج شان بلوك. بس إيه الميكانيزم اوف اكشن ما اعرفش يعني بيعمل ايه في اكشن اوف ليكرايت ان سي بي في تي. ده السؤال انا ما اجبتك صح بس احنا مستنيين جاستيفيكيشن للتنس ايه. لا ما اعرفش الميكانيزم اوف اكشن هي ماشي كالسيوم تشانل كالسيوم تشانل ربط بس هي مش كالسيوم تشانل بلوكر هي بتاع عباره عن راينيتين ريسبتور ستابلايزر. هو السي بي في تي دي نتيجه ليك للكالسيوم في السيستول ايه لان انا عندي راينيتين ريسبتور 2 فيها ميوتيشن تمام بتبقى ليكي او الكالسيكويسترين اللي هو النوع الثاني اللي بيعمل ستابيليتي ويمنع خروج الكالسيوم في السيستول برضو في مشكله. لكن الحاجه الرئيسيه الراينودين ريسبتور 2 الفليكلايت بيعمل ستابيليتي في الراينودين ريسبتور 2 ويخليها ما يحصلش ليها ليكج لكالسيوم اثناء السيستول وهي دي اللي بتعمل الاريزموجينيك ميكانيزم بتاع السي بي في دي. برضو دي من الحاجات بتاعت محاضره اللي هي بتاعت دكتور اسماء بتاعت السيلولار اي بي ودي برضو في الكتاب اللي هو بتاع بارخ اللي هو بيجي منه اسئله ده. Which of the following is least accurate regarding ablation of mid septal accessory pathway? Ablation of mid septal pathway is associated with EV block. Presence of junctional beads during RF application is a marker of successful outcome. Observation of increasing pre-exudation during RF application required immediate discontinuation. While ablating at a more ventricular location may help to minimize the risk of EV block. يعني خلي بالك دكتور جلال نعم خلي بالك من راس السؤال عشان بس ما تلخبطش نفسك. عاوز الليست انا مش بلاقي الصح. ايوه الليست اكيو يبقى ايه هو بري اكزايتيشن معنى كده الاكسسوري يعني سي دي مش هينفع لانها صح اساسا بي. هل بي ممكن تمشي؟ بي مين بيقول بي؟ محمد نوفل يمشي. يا دكتور نوفل الجنكشنال بيتس وانت بتكوي انترو سيبتال مع او ميد سيبتال دي معناها ايه؟ انك جنب سرو بصير معناها ان في ان انك بتاكل فاست سرو مين يا عم بتاكل فاست بتاكل فاست انا باكوي الفاست تمام عشان كده بتكون ماركر سكسسفول اوت كام ده غلط تمام. ما انا يا باشا صح كلامك صح برافو عليك. وجود جنكشنال بيتس معنى كده ان انا باثر على الايفي نود او باثر على الفاست باثوي. الميد سيبتال طبعا فيها هاي ريسك للايفي بلوك. انكريزنج بري اكزايتيشن معناها ان انا ابتديت اثر على الايفي نود ولازم اوقف على طول. ان انا اكوي على فنتريكولار انسيرشن سايت ده من الحاجات اللي بتحميني من الايفي صح بلوك. صح تمام يبقى احنا بننقي الغلط. هتشوف الطريقه دي بتبقى بتلخبط الصراحه. بس 19 فاضل لنا كده سؤال او اتنين. البي في سي دي طالعه منين يا جماعه؟ ار في او تي فري وول ولا ار في او تي سيبتال تراكت ولا رايت كورونري كاسب ولا ليفت كورونري كاسب ولا اورتو بايترال كونتينيوتي؟ ده اصعب حاجه ده يا باشا. طب ابتدي كده يا دكتور جلال. لا احنا بنعرف الحاجات البدائيات ار في كذا ما دي البدائيات خالص ما دي البدائيات لكن القصب وانواع القصب والحاجات دي بتركب في بعضها. بص ممكن انا احاول معاك يا دكتور محمد. اتفضل يا دكتور كولس اتفضل يا باشا. هي بدايه الترانزيشن في في 3 معناها ان هي رايت فينت كويس او ايه؟ او ايه ايه اللي تحت الرايت فينتريكل على طول؟ في رسمه كده مشهوره جايب لك انا نسيت احطها لكم. جايب لك زي سيكشن كده من اول الار في او تي فري وول الار في او تي سيبتم وتحتها الرايت كورونري كاسب بينج ذا موست انتيريور
في الكسب، بعد كده ورا منها الليفت كرونري كسب، ورا منها الاورتو ميترال كونتينيوتي. لما بتطلع فروم ذا ار في او تي فري وول لحد تحت بتبتدي تتغير ما بين الليفت باندل لحد الرايت باندل، وده بيخلي الترانزيشن ليت في الار في او تي فري وول وايرلير في الار في او تي سيبتم، وتكاد تكون رايت باندل مورفولوجي او ايرلير ترانزيشن يعني عند في 2 او في 1 في الاورتو ميترال كونتينيوتي والليفت كرونري كاسب. انت في 1 هنا بالمنظر ده يكسكلود لحضرتك كذا حاجه، هيكسكلود الار في تي فري وول اللي فيه ليت ترانزيشن، وهيكسكلود الليفت كرونري كاسب اللي المفترض ان يكون فيها ار طويله سنه عن كده في 1، ويكسكلود الاورتو ميترال كونتينيوتي اللي انت ممكن تلاقيها فيها طول ار في في 1. يتفضل لك مين؟ رايت كورونري كاسب و الار في او تي، الار في او تي بوستيريور. تفرق ما بينهم بالترانزيشن ازاي؟ انا هشوف البي في سي سابقه ال الساينس ولا لا، هنا سابقه الساينس ولا لا؟ سابقه هي باي فيزيك في الساينس باي فيزيك شويه في في 3، لكن في البي في سي يعني البوزيتيف اكتر من الساينس. بس لو انت لو بصيت في في 2 هتلاقي الار فيها في الساينس اكتر من البي في سي. واخد بالك؟ فدي الساينس سابقه البي في سي، يبقى انا ار في او تي سيبتال. انا كنت هرجع للانفيريور ليدز عشان هي بوزيتيف مع الشكل بتاع الترانزيشن عند في 3، هقول لك ان ده ار في او تي. ما احنا ار في او تي تمام، بس خلي بالك ان الرايت كورونري كاسب، بص يا دكتور كورولوس، الرايت كورونري كاسب ساعات بتلخبط. تمام، بس الحته اللي بتسجست دايما الرايت كورونري كاسب تلاقي ليد 1 بوزيتيف، ليد 1 زي فيزيك او كده، فغالبا دي صعب برضو، دي من الحاجات اللي يعني احيانا بيعتمد عليها، دي صعب تكون صعب تكون رايت كورونري كاسب، لازم الفي دي تكون اكبر من كده شويه. تمام، ده الجاستيفيكيشن بتاعنا ان احنا اي في ال واي في ار الاثنين نيجاتيف، واحنا انفيرو اكسس والترانزيشن عند في 3. الار في او تي فري وول لازم يبقى ليتر عن كده، الليفت كورونري كاسب والاورتوميترال كونتينيوتي لازم earlier transition، يبقى اتفضلي الاثنين التانيين وشوفنا بنفرق ما بينهم ازاي. اخر سؤال، ايه رايكم في الاي سي جي ده؟ بار في او تي في تي ولا ليفت بوستيريور فاسيكولار في تي ولا ليفت انتيريور فاسيكولار في تي ولا ال اي في او تي في تي ولا انت دروميك اي في ار تي؟ تعالى نمسكهم بغض النظر الاجابه ايه. هل دي تمشي انت دروميك اي في ار تي؟ بص يا باشا، ده شكل الفاسيكولار في تي، ماشي دي تمشي والسؤال صح وغلط، يا رايت باندل مع بوستيريور، ما احنا عايزين يا جماعه جاستيفاي الانسر، ماشي رايت باندل وليفت سوبيريور اكسس، كل حاجه في هنا في ديسوسيشن ولا مفيش؟ في ديسوسيشن اظن، الديسوسيشن واضح ولا يا دكتور جلال؟ ماشي يا باشا، انا مش شايفه بس هعتبره واضح. واضح في واضح. لا واضح بس يا دكتور محمد يا فندم، اكتر ليد بيوضح الديسوسيشن اني اني في 1 مش واضح. بص على الديسندنج ليمب بتاع التي او الاس تي اللي بعد الكومبلكس، بتبان كده بيريوديكالي، بتبان بيه في بهاد بتبان وتختفي بالظبط نفس المكان بالظبط. اذا دي مش انتي درومك اي في ار تي. حاجه تانية تقول ان انا مش انتي درومك اي في ار تي، ان الانتي درومك اي في ار تي لازم يكون فيها بوست اوف كونكوردنس. ليه؟ لان انا الانسرشن عند الار في بيز كويس، فلازم من في 1 لفي 6 ما تلاقيش فيهم اس خالص، صعب تلاقي اس من اول في 3 للاخر ودي باس مع انتي درومك اي في ار تي. المنظر ده منظر اكتيفيشن في نص الفنتريكل ما بين البيز والابكس كويس.
طب دي اوت فلو تراك؟ لا طبعا مش اوت فلو تراك، ده 2 و3 اف اف نيجاتيف. انسى بقى. طب دي ليفت انتيريور ولا ليفت بوستيريور فاسيكولار في تي؟ الاكسس بيعبر عن الاكسس بتاع، وفي نفس الوقت ده منظر زي ما كنت بكرايت باندل. اه ليفت بوستيريور يعني، دي ليفت بوستيريور فاسيكولار في تي. بس احنا كنا بس بنتناقش في الجاستيفيكيشن بتاع الاكسس. اهو اي سي جي ريفيلز ريلاتيفلي نارو كيو ار اس والديوليشن 140 رايت باندل مع سوبيريور اكسس. الليفت انتيريور لازم الاكسس يبقى انفيريور اكسس. الار في او تي طبعا لا مش كده، الال في تي مش كده، الانتيدروميك اي في ار تي غلط لان في في اي ديسوسيشن وعندي اس ويفز من في 3 في 6. احنا خلصنا. يجي بقى السؤال 15 بتاع الدكتور او 14 بتاع الدكتور اسامه. دكتور اسامه قول بقى انت كنت عايز تسال على ايه. انا عايز حاجه تشرح لنا بس اللي هي زودو ايه. احنا يعني من الاول فين بعد ما وقفنا بيسنج واستمر التيك كارد. بص يا دكتور اسامه، هو صدر. احنا عندنا يعني بنسميها تشيك ليست او ستيبس للفنتريكولار اوفر درايف بيس. اول حاجه انك حطيت الاسطره في الار في وحصل كابشر للبيسنج اللي انت بتعمله. لو مفيش كونسيستنت كابشر، واخد بالك يا دكتور اسامه؟ معاك اتفضل. اذا متاسف انا مش هقدر اطبق المنظور. لا حصل كابشر، حصل اكسلريشن. يعني ايه اكسلريشن؟ يعني الاتريال ريت اكسلريتد تو ذا بيسنج ريت. يعني انت بتبيس على 300 تلاقي الاي انترفال بقت 300 كويس. وبعد ما توقف التاكيكارديا تستمر. استمرت. انا بشوف ايه؟ بشوف كذا حاجه. اولهم البوست بيسنج سيكونس. لو انا في اي في معنى كده ان انا سيركت. لو انا في اي اي في معنى كده ان انا اوفر درايف سبريشن للاتريوم، تمام؟ وبعد كده الاتريوم رجع يشتغل. احيانا الستيم تو اي تايم بتبقى طويله وتكون اطول من البيسنج سايكل لينث. زي المثال ده. بص يا باشا، انا كده ايه بال اوريك بالسهم. ده الستيبيلس كويس. سامعني يا اسامه؟ تمام يا باشا، سامع حضرتك. الايه بتاعته فين؟ ده اللي انا بسال عليه بقى. ايوه انا جاي لك في الكلام. الايه بتاعته مش اللي بعدها دايركت، لا اللي بعد منها. يعني زي ما تكون الاتريوم مرحل، تمام؟ هتيجي على اللاست بيست بيت اللي هي دي. مين الايه بتاعتها دي؟ لا مش دي، ده اللي بعد منها. فالبوست بيسنج سيكونس هنا هيبقى في اي في سودو، يعني كاذب. انت لقيت 2 ايه في النص فقلت عليها كده، بس لا خلي بالك الستيم تو ايه تايم از لونجر ذان ذا بيست سايكل لينث. طب انا اعرف الموضوع ده ببساطه ازاي؟ الايه اللي في النص اشوف المسافه اللي ما بينهم، لقيتها قد الترين اللي انا بديه. انا هنا ببيس على 330، اذا تاني واحده هي اللاست انترند ايه او اللاست اكسلريتد ايه، وانا بشوف الريسبونس من اللاست اكسلريتد ايه. تمام يا باشا، كده واضح يا باشا ولا فيها عايز؟ تمام جدا، شكرا دكتور محمد. العافية يا باشا. يا جماعة في حد عايز يسأل في حاجة أو حاجة مش واضحة؟ أنا خلصت. ربنا يبارك في حضرتك يا باشا. ربنا يخليك يا دكتور ممتاز. تسلم يا باشا، تسلم يا باشا، كتر خيرك. تسلم يا دكتور آدم والله. تسلم يا باشا، كل سنة وأنت طيب. متشكرين جدا، شكرا، مع السلامة. يا رب.